السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية ثانوي. النهاردة بإذن الله معدنا مع مراجعة شهر أكتوبر. احنا عندنا 3 فروع أساسية، هنبدأ بالألجبرا. تعالوا قبل ما نبدأ حل نفتكر كده سريعا أهم التوبكس اللي اتكلمنا عليها في الألجبرا السنة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة هتكلم عليها لما كنا بنتكلم إزاي بنجيب الدومين. حبايبي وانا بجيب الدومين لازم اقسم الموضوع عندي لبعض انواع الفانكشنز. النوع الاول لو مثلا f of x equal 3x power 2 minus 4x plus 5، حاجه شبه كده يا جماعه، دي بيكون اسمها polynomial function. وانت عارف ان البولينوميال فانكشن هي عباره عن شويه اكسات عليها باورات وفي ما بينهم بلس وماينس. البولينوميال فانكشن دايما 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 الدومين بتاعها ار. يبقى لما اقول لك عايز دومين مساله بولينوميال هتقول لي الدومين ار، دي ما فيهاش اي فاتيه، لان اي رقم للاكس كان ينفع نعوض بيه مكان اي اكسايه. النوع الثاني من الفانكشنز اللي هي الراشونال، لو انا جيت قلت لك مثلا f of x equal 2 over x minus 4 وطلبت منك دومين المسألة دي، فانت هترد عليا رد منطقي جدا، تقول لي في الفراكشن انا هبص على المسألة من تحت. اللي تحت اللي هو x minus 4 اللي في الدينومينيتور، اهو x minus 4 ده يا معلم not equal 0. لازم 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 في مسألة الراشونال او مسألة الفراكشن اخد اللي تحت واقول لا يساوي 0. فانا لو نقلت دي الناحية التانية يبقى ال x not equal 4. عشان كده مسألة الفراكشن كان دايما الدومين بتاعها R except. R except مين؟ الرقم اللي طلع لي يعني R except 4. يبقى هي لو بولينوميال دومينها R، لو فراكشن الدومين بتاعها R except 0 زي الدينومينيتور. نقصد ايه بزيرو زي الدينومينيتور؟ ان احنا بنساوي الدينومينيتور ده بزيرو ونطلع الرقم بره الدومين. النوع الثالث، النوع الثالث كنا بنتكلم عن الروت. واحنا بقى بنتكلم عن الروت، اصحى للكلام. وانا بتكلم عن الروت لازم تقول لي الروت ده الاندكس بتاعه ايفن ولا اود. يعني لو جيت قلت لك كده كيوبيك روت وكتبت لك 3x سكوير ماينس 2، الاندكس ايه؟ الاندكس اود. اكتب ان في حاله الاندكس اود يعني هنا 3 او 5 او 7 الدومين ار. الدومين اوتوماتيك بننطلق ونقول عليه ار ان شاء الله باذن الله. عايز بعد كده اتكلم معاك عن مسائل السكوير روت وهقسمها تقسيمتين كده، او اقول لك انا هقسمها لك 3 تقسيمات، 3 مسائل مختلفه. y equal square root 2 minus x، او y equal 1 over square root 2 minus x، او y equal 1 over square root x power 2 minus 4. استعنى على الشقة بالله، التلاتة دول مطلوب مني إيجاد الدومين بتاعهم، والتلاتة دول أنا واخد بالي إن هما روت والإندكس بتاعه إيفن، أنا عارف إن الرقم اللي مش مكتوب هنا بيكون كام؟ بيكون 2. فوالله أنا دايماً وأنا بتعامل ده دايماً وأنا بتعامل مع المسائل اللي الإندكس بتاعها بيكون رقم إيفن، إحنا بناخد اللي تحت الروت اللي هو 2 minus x هنا ونقول عليه greater than او equal 0. انقل ال 2 ناحية التانية يبقى negative x greater than او equal negative 2. عايز اجيب ال x بقى بعمل divided negative 1 فدي هتبقى 2، والاشارة دي بتتقلب. علامة ال greater than لما بعمل divided رقم negative لازم تقلب نفسها. يبقى دلوقتي بتعامل ازاي؟ باخد اللي تحت الروت اكبر من او بيساوي 0 تطلع ال x اصغر من او equal 2. طب اللي بعدها نفس الحوار بس 2 minus x greater than 0 بس. ليه المرة دي قلت greater than بس؟ الله ينور عليك، اللي تحت ما ينفعش يبقى 0 رغم ان الاتنين دول نفس اللي مكتوب تحت الروت، بس شوف فرق التعامل. هنا قلت greater than او equal، عادي اللي تحت الروت يبقى equal 0. اللي مش عادي ان الروت اللي جايبه من الدينومينيتور نحطه معاه equal. فدايما لو الروت حضرتك جايبه من الدينومينيتور هي مجرد greater than بس. اعمل ايه؟ نفس اللي عملته، انقل دي هناك نيجاتيف اكس جريتر ذان نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 1 يبقى الاكس اصغر من الاثنين. فرق ان هنا بس ما بقاش فيه ايكوال. الثالثه برضه سكوير روت، هناخد اللي تحت الروت اكس سكوير ماينس 4 جريتر ذان 0. ليه ما حطيتش ايكوال؟ الروت جاي من تحت. المساله دي لازم نحلها على نمبر لاين.
هتقول لي اشمعنى دي لازم نمبر لاين؟ ركز كده الفرق ما بين المساله رقم 2 والمساله رقم 3 او يا عم ما بين 1 و2 كمسائل و3. هنا كانت اكس باور 1 سالكه، هنا كانت اكس باور 1 سالكه، هنا اكس باور كام يا ريس؟ 2. والمساله بتاعت اكس باور 2 بتعملها على نمبر لاين. الاول حل لي دي كانها معادله، يعني خليها كده اكس سكوير ماينص 4 ايكوال 0، وادي ده الناحيه الثانيه تطلع الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف 2، احط الرقمين على النمبر لاين نيجاتيف 2 وبوزيتيف 2. وافتكر اولى ثانوي احد اكتر الحاجات اللي كنا بنقولها، ايوه اللي انت مقطعها دلوقتي، سيم اوبوزيت سيم. اشاره الاكس سكوير هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دي بوزيتيف يا بوب. ابدا بالبوزيتيف وفي النص نيجاتيف وفي الاخير بوزيتيف. هل هي ثابته بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف؟ لا ما قلتش كده. هي دايما بنبدا باشاره الاكس سكوير، نبدا زي ما الاكس سكوير ما بدا. الاكس سكوير بدا بوزيتيف، الرقم ده بوزيتيف 1 اكس سكوير، فانا ببدا بالبوزيتيف وبعدين نيجاتيف وبعدين بوزيتيف. بص بقى هكتب الدومين ازاي، ار اكسبت. ليه الدومين هيتكتب بطريقه ار اكسبت؟ الدومين معناه ان احنا عايزين الحتتين البوزيتيف دي ودي. دايما لما يبقى البوزيتيف متنطور الدومين يتكتب بطريقه ار اكسبت. النمبر لاين كله بوزيتيف ما عدا، او انا كتبت كله يعني ار ما عدا، ما عدا انهي حته؟ اللي من نيجاتيف 2 لحد 2. وخد بالك بقى ان احنا هنعمل البراكتس كلوزد، لان دي من اكتر الحاجات اللي شرحناها في الحصص. ليه البراكتس تبقى كلوزد رغم ان مفيش ايكوال؟ عشان دايما ار اكسبت بتغير كلامي. طب انا كلامي كان بيقول ايه؟ كلامي كان بيقول في حاله وجود اور ايكوال البراكت كلوزد، في حاله عدم وجود اور ايكوال البراكت اوبن. طب هنا يا مستر مفيش ايكوال وعملتها كلوزد؟ اه، لان حاله ار اكسبت زي ما انتم عارفين بتغير الكلام اللي بنقوله. هنعيش كده كده مع الدومين ده كتير قوي في مراجعتنا النهارده، بس انا عايز افتكر بالمره حاجه كمان. عايز افتكر معاكم الحوار بتاع اف اوف اكس كومبوزيت وجي اوف اكس والكلام ده. يعني لو جيت قلت لك اف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينص 3 مثلا، وجيت قلت لك معايا فانكشن ثانيه اسمها جي اكس ايكوال 2 اكس بلس 1، وطلبت منك حاجه اسمها اف او جي. يعني ايه اف او جي؟ يعني اف جواها جي، ده الكونسبت بتاعها. طب بتعملها ازاي؟ بكتب الاف، بس الاف ما بكتبهاش كامله، انا بكتب مكان الاكس براكت. يعني مش هكتب اكس باور 2، لا لا لا، هكتب براكت باور 2 ماينص 3. بكتب مين؟ بالاف. مكان الاكس حطيت براكت، جوه البراكت احط الجي، الجي اللي هي 2 اكس بلس 1، وهيديك رقم تبقى تعوض بيه في الامتحان، ما تقلقش هوريها لك اصلا في الحل واحنا بنحل. طب افرض الراجل طلب جي او اف، دي معناها جي جواها اف، لان المره دي هو كتب الجي الاول، انا هعمل زيه، هكتب الجي الاول. اقرا لي كده الجي، اوعى تقول 2 اكس بلس 1، قول لي 2 براكت بلس 1. جوه البراكت بقى المره دي هحط مين؟ الله ينور عليك، هحط الاف. هاخد الفانكشن دي اكس باور 2 ماينص 3 احطها جوه البراكت بتاعي، والراجل برضه هيديك رقم تعوض بيه. تعال نبدا الاول كده نحل، لان احنا عايزين الحل اصلا المره دي، احنا شرحنا كل الكلام ده ومفروض انك انت فاهم كل الكلام ده. استعنا على الشقه بالله، ابدا معايا المساله رقم 1. مساله رقم 1 بيقول لي اف 1 ايكوال 3 ماشي، وجي 3 ايكوال 5، وعايز جي او اف، وبيقول لك لما تخلص وتعوض عن الاكس ان شاء الله بكام؟ 1. فانت فكرني اول ما اخلص المساله اشيل الاكس واحط 1. بسم الله. انا هبدا بمين؟ هو بدا بالجي، بس هتقول لي في مشكله، جي او اف معناها العلمي جي جواها اف اوف اكس. انا ماشيها كونسبت لان انا معيش فانكشن، فاضطريت الجا ان جي او اف تعني، ولازم تكتبها لو انت مش عارفها، جي جواها اف. طب عمو بيقول لك عوض عن الاكس بكام؟ بيقول لي عوض عن الاكس ب 1. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. اف اوف 1 اصلا معايا ب 3، يعني انا ممكن اشيل كل اللي جوه ده واكتب 3. يبقى الاجابه بتاعتي جي 3، جي 3 اللي هي ايكوال 5. ومن الاخر انت كنت عامل لها هاكينج، ما دام الراجل بيقول لك ابدا بالجي، فبناخد رقم الجي اللي هو 5 نكتبه على طول. بس انا عايزك فاهمها، مش مجرد حافظ هي بتتعمل ازاي. الفهم انك انت تقول لي انا فاهم حوار ان اف او جي معناه اف جواها جي، وجي او اف
جيل وهف. السؤال رقم 2 بيسألني على تايب الفانكشن ساين اكس اوفر اكس. حبيبي كنا بنعرف ازاي تايب الفانكشن ايفن ولا اود؟ كنا بنعمل تعويضتين عشان اعرف هي ايفن ولا اود. انت بتكتب ورايا صح؟ باذن الله تبقى بتكتب. مره هحط الاكس باي رقم يجي في بالي، وانا دايما متعود بحط معاكم الاكس بكام؟ ب 5. وتاني مره هحط الاكس بكام؟ بنيجاتيف 5. يعني همسك الكالكليتور عادي، مش هعمل اي حاجه غير كالكليتور. احسب ساين 5 اوفر 5 اشوفها هتطلع كام، واحسب ساين نيجاتيف 5 اوفر 5 سوري نيجاتيف 5 برضو واشوفها هتطلع كام. عوضت في المساله دي مره مكان الاكس بخمسات ومره مكان الاكس بنيجاتيف خمسات، وهنا قدامي سيناريو من 3 سيناريوز. الاله تطلع لي رقمين زي بعض بالظبط بالاشاره بالرقم. الرقم اللي هيطلع على الاله في المساله دي لو انا فاكر كان 0.1، ولما عوضت بالنيجاتيف 5 برضه 0.1، فساعتها بنقول عليها ايفن فانكشن. لما تعوض مرتين هنا طلع رقم على الكالكليتور، هنا طلع نفس الرقم بنفس الاشاره تبقى ايفن. طب لو مره طلع لي حل بوزيتيف وحل نيجاتيف تبقى اود. طب لو طلع رقمين ما لهمش علاقه ببعض نيذر ايفن نور اود. انا في المساله دي لما عوضت تعويضه الخمسه ولما عوضت تعويضه النيجاتيف 5 على الكالكليتور، جربها على الكالكليتور هتلاقي الرقمين بيطلعوا نفس الاجابه بنفس الاشاره اللي احنا بنقول عليها ايفن فانكشن. سؤال رقم 3 ده ابسوليوت. احنا بالمناسبه مش هنحل اي ابسوليوت النهارده، احنا بنحل اللي داخل في امتحان الشهر بس. الابسوليوت مش داخل ضمن امتحان شهر اكتوبر. F is an odd function. تعالى احد المعلومات عن الود فانكشن. انت بتكتب حباب قلبي في الود فانكشن. الناس كلها عارفه ان الود فانكشن بتطرد النيجاتيف. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك f of negative x اطرد النيجاتيف بره البراكت، يبقى نيجاتيف f of x. طب افرض الراجل كان قال لك even function، احنا هنا قلنا الود بتطرد النيجاتيف. الايفن ما قلتلكش انها بتطرد النيجاتيف. افتكر معايا ان في الايفن فانكشن بتبلع النيجاتيف، بتخفي النيجاتيف. يعني هنا بيقول لي اف اوف نيجاتيف اكس بشيلها بخليها اف اوف اكس، يبقى الايفن تبلع النيجاتيف، الاود تطرد النيجاتيف. تلاقي براكت جواه نيجاتيف طلعه بره. تعال نشوف المساله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل قال ايفن ولا اود؟ الراجل المره دي قال لك ان الفانكشن دي نوعها اود فانكشن اللي بتطرد النيجاتيف. بسم الله. انا هبدا الاول اكتب المساله اكس اف اوف اكس. بص لي بقى على دي، هعمل ايه في النيجاتيف؟ هطردها بره قبل الترم، هجيبها قبل الترم كله تبقى نيجاتيف. اكس باور 3 اف اوف اكس. هتقول لي يا ريس في نيجاتيف ياض ما انطردت equal to. عمو بقى بيقول لك عايز f of كام؟ f of 2. يعني شيل ال x بكل بساطه وحط مكانها 2. انا كل ما تقابلني x اشيلها واحط 2. ادي 2 f اشيل ال x واحط 2 minus 2 power 3 على الكالكليتور 8 f اشيل ال x واحط 2. تعالى نجمع 2 f 2 minus 8 f 2 ادي نيجاتيف 6 f 2 على الكالكليتور 2 ماينس 8 بنيجاتيف 6. كل ده ايكوال بوزيتيف 2 يا مان. نزل النيجاتيف 6 بالديفايدد يبقى اف 2 ايكوال 2 على نيجاتيف 6 اللي هي هتطلع على الكالكليتور نيجاتيف 1 اوفر 3 الاجابه سي. جميل. اللي بعده بيقول لي ذا كيرف اوف ذا ايفن فانكشن. معلومات. الايفن فانكشن يا معلم كلنا عارفين انها سيمتريك اباوت الواي اكسس. اي حد بيدرس ايفن فانكشن وتسال ايفن فانكشن سيمتريك اباوت مين، هي سيمتريك اباوت الواي اكسس. مين في الاختيارات دوت معناه واي اكسس؟ واي واي داش، ده الرمز بتاع واي اكسس. على فكره ممكن يجيبها لك في الامتحان بطريقه ثانيه، يقول لك اكس ايكوال 0. ما هي اكس ايكوال 0 معناها ايه؟ واي اكسس. يبقى الواي اكسس يا اما يتكتب واي واي داش يا اما يتكتب اكس ايكوال 0. والايفن فانكشن دايما سيمتريك اباوت اكس ايكوال 0، يعني سيمتريك دايما اباوت الواي اكسس. ذا رينج اوف ذا فانكشن. بص حلويات المساله دي. الراجل بيقول لك المساله اكس ماينس 2 على 2 ماينس اكس وعايز الرينج. عارف هو لو عايز الدومين
كنت ار اكسبت 2 زي ما انتم ما قلتوا، بس عايز الرينج، الرينج يعني الواي. تعال نبسط الواي. بص المفاجاه اللي هتحصل دلوقتي، فوق في اكس ماينس 2، تيجي تحت نسحب نيجاتيف كومن فاكتور. تعالى يا عم نسحب نيجاتيف كومن فاكتور اوريكم ايه اللي هيحصل. لو اخدت من دول نيجاتيف كومن فاكتور هغير اشاراتهم، فالنيجاتيف اكس هتبقى اكس والبوزيتيف 2 هتبقى نيجاتيف 2. الله، طاروا مع بعض، مين اللي اتبقى؟ نيجاتيف 1. واي ايكوال نيجاتيف 1. طب مين هو الرينج؟ الرينج هو الواي، ولذلك الاجابه كانت نيجاتيف 1. ماشي، استعنا على الشقه بالله. سؤال رقم 7. سؤال رقم 7 بيتكلم معايا عن الكيرفات، بيقول لي هو الكيرف بتاع، الكيرف بتاع ايه بقى؟ الكيرف بتاع الفانكشن جي اكس اكس باور 2 بلس 4، ده الكيرف از سيم زي الكيرف بالظبط بتاع اكس سكوير، بس حصل له نقله 4 يونتات في انهي دايركشن. تعال افكرك بحاجه، انا لو معايا فانكشن اسمها اكس باور 2، مين الفيرتكس بتاعها؟ الاوريجين بوينت، ما هي احد البيزك فانكشنز. كل البيزك فانكشن اللي درستها الاوريجين بوينت هي الفيرتكس بتاعها. طب لما كنت بخليها لك كده اكس ماينس 2 باور 2 بلس 4، كنت انت اول حاجه بتعملها هي ايه؟ اجابه نموذجيه، اطلع فيرتكس. الفيرتكس كنا بنجيبها ازاي؟ بنغير اشاره اللي جوه البراكت، يعني نكتب 2 ونكتبه في الاول، واللي بعد البراكت كنا بننزله زي ما هو. يبقى دايما كنا بنطلع الفيرتكس ازاي؟ اللي جوه البراكت يتغير، واللي بعد البلس زي ما هو. تعالى نعمل كده في الكيرف ده، نطلع له فيرتكس. اوريك حاجه، هل في حاجه مع الاكس جوه البراكت؟ لا، دي اكس باور 2 يبقى 0. مين اللي بعد الاكس باور 2 اللي بره البراكت؟ 4. يبقى الفيرتكس بتاعتي 0 و 4. طب الكيرف ده كان مين الفيرتكس بتاعه؟ 0 و 0، ما هو كان كيرف بيزك. الاكس لم تتغير، كانت 0 ولسه 0. مين اللي اتغيرت؟ الواي. الواي اتحركت 4 يونتس. قدامك اهي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دي بوزيتيف. بوزيتيف يبقى انت اتحركت في الواي اكسس البوزيتيف. فين اختيار الواي اكسس البوزيتيف؟ اهي او واي. طب او واي شرطه دي معناها ايه؟ الواي اكسس النيجاتيف. دي كنت هختارها امتى؟ لو الرقم ده كان نيجاتيف، بس الرقم ده بوزيتيف فانا اخترت الاو واي بوزيتيف. It is all arrow. ماشي. لا ايه ده، ما عملتش انا كل ده والله. ثانية نمشي دي. اوكي. ذا سوليوشن سيت، طبعا سؤال ابسوليوت، اتفقت النهارده مش هنحل ابسوليوت، انتوا اترحمتوا من الابسوليوت في امتحان شهر اكتوبر. هنا بيقول لي لو انت معاك فانكشن اف اكس اود فانكشن. اود فانكشن، فانت اوريدي نطقت ان الاود فانكشن بتعمل ايه؟ بتطرد النيجاتيف، يعني النيجاتيف تيجي قبل الفانكشن. نيجاتيف اف اوف اكس بلس اف اوف اكس. الله، نيجاتيف اف اوف اكس بلس اف اوف اكس يعني الاجابه 0. جميل، نيجاتيف اف اوف اكس بلس اف اوف اكس. حلو. طيب اللي بعده بقى، اللي بعده مش اللي قبل، ما تعمليش معايا كده. فانكشن وعايزين نرسمها. بما ان انا معايا فانكشن وعايز ارسمها، انا هبدا اول حاجه ان انا اقسم الدنيا بتاعتي جزئين. الجزئين اللي هو مقسمهم، ادي الواي اكسس وادي الاكس اكسس. ركز معايا في رسمه البيس وايز فانكشن، الله يبارك لك. انا هبدا احط ارقام 1 2 3 4، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، 1 2 3. انا دلوقتي جاهز باللاتس كلها، بس انا هبدا اعمل حركه الاول. الراجل بيقول لي ايه؟ الراجل بيقول لي المساله مقسومه، بيقول لي المساله عند الاكس اكبر من 2 تختلف عن الاكس اصغر من الاثنين. باجي اروح عند الاثنين كده، بص عند اكس ايكوال 2 بعمل ايه؟ خط خفيف قوي في الامتحان، محدش يشوفه غيرك كده، او خط منقط. الجزئيه دي اللي انا بشاور لك عليها هي الجزئيه بتاعت اكس اكبر من 2، والجزئيه دي كلها اكس اصغر من 2. فدي اول حاجه قسمت الدنيا. بعدين ابدا ادردش كده معاه اشوف هو بيتكلم في ايه. لقيته بيقول لك عند الحته بتاعت اكس اكبر من الاثنين ارسم رسمه الاكس باور 2. حباب قلبي، انا لو سالتكم على رسمه الاكس باور 2 كلكم هتقولوا لي هي دي، ولو سالت عن نيجاتيف اكس باور 2 على شكل حرف الان. انا دلوقتي عايز ارسم انهي رسمه؟ اكس باور 2. بص، اكس باور 2 المفترض يعني انها تبقى عامله كده.
ادي رسمه الاكس بار 2، بس في مشكله بسيطه قد كده. ايه المشكله البسيطه اللي قد كده؟ ان الراجل مش عايز الاكس بار 2 تترسم في الرسمه كلها، ده بيقول لك ارسمها في انهي زونه اللي اكبر من الاثنين، عشان كده هاجي امسح جزء من الرسمه. فين بقى الجزء من الرسمه اللي همسحه؟ اتمسحت كلها ما شاء الله. لا طب انا عايز الاريزر اللي ما تشيلش كله. طب ماشي، اقول لك انا هشغل دماغي ازاي. انا هرسم لكم رسمه الاكس بار 2 تاني، معلش. دي الرسمه صح؟ انت المفترض تمسح الجزء اللي انا اتفقت معاك عليه. انا كنت رايح اجيب الاستيكه امسحها. يا ولد اتبقى الجزء بس اللي انا عايزه. بالمره نمسح لك دي عشان ما تزولكش. فاضل لي حاجه واحده وابقى رسمت الجزء الاول من الرسمه. ايه الحاجه الواحده اللي فاضله لي حبيبي؟ هل في هنا ايكوال؟ لا مفيش ايكوال. يبقى عند الاكس 2 بعمل اوبن سيركل. عملت اوبن سيركل. تعال نرسم الرسمه الثانيه. الرسمه الثانيه نيجاتيف اكس بار 2. هرسم الرسمه الطبيعيه بتاعت نيجاتيف اكس بار 2 اللي هي حرف الان ده. لمست هنا ماشي، ادي الرسمه اهي 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 حبيب قلبي. همسح جزء من الرسمه. أني جزء همسحه المرة دي؟ الراجل بيقول لي أنا عايز الرسمة تترسم في الحتة اللي أصغر من الاتنين، اللي هو الجزء الشمال ده هسيبه، يبقى الجزء اللي أكبر من الاتنين هيتمسح، وهسيب دي كلوزد سيركل. ليه هسيبها كلوزد سيركل؟ لأن بكل بساطة أنت عندك علامة إيكوال. تعال بقى نشوف الراجل عايز إيه؟ عايز ديكريزنج انترفال، عايز يعرف الفانكشن دي ديكريزنج منين؟ وأنا اتفقت معاك في حالة الديكريز باجي من آخر الرسمة ناحية الشمال هنا. أسألك انا كده وانا جاي من هنا نازل ولا طالع؟ كل ده طالع 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 طالع، كل ده انكريز. استوب هنا. هنا هتبدا المساله تعمل معاك حاجه تانية. هتبدا المساله تتجه في اتجاه نقصان. شايف الحته دي؟ الحته دي كلها ديكريزنج اللي انا بشاور لك عليها. ديكريز ديكريز ديكريز. طب وده كان ايه؟ انكريز. ليه بقول انكريز؟ ايدي طالعه. ليه بقول ديكريز؟ الايد بتاعتي نازله. انا ببدا منين دايما؟ من الشمال. المساله دي شمال. ابدا هنا ابدا هنا من ايدك الشمال، هتلاقي ان الجزء ده جزء ايه يا معلم؟ انكريز. طب انا عايز الانكريز ولا الديكريز؟ الراجل عايز الديكريزنج انترفال اللي هو من اول هنا لحد هنا. ودايما دايما 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 الانكريز والديكريز من على الاكس اكسس. فمن اول زيرو لحد 2 المساله بتاعتك ديكريزنج انترفال. مهمه المساله دي. ها اللي بعده التاليه. الراجل بيقول لك استنى، مش عايز اختيارات دلوقتي، جت الاختيارات معاها مش مشكله يا عم. الراجل بيقول لك يا فندم بعد اذنك احنا عايزين نعرف منك الجراف بتاع المساله دي. اول حاجه انت عارف ان في بيزك فانكشن اسمها 1 على اكس. تعال نفتكر ال1 اوفر اكس دي كانت بتترسم ازاي. كنا بنيجي في الفيرست كواد والثيرد كواد ونرسم الرسمه اللي هي عامله كده اللي احنا كنا بنقول عليها، مرسومه في الاول وفي الثالث. المسألة دي لو بيزك، لو هي 1 على اكس، هنا يا مان في نقلة، أفكرك بالنقلات تاني. طلع لي فيرتكس المسألة دي 1 أوفر اكس ماينس 2 بلس 5. كنت هتقول لي يا سلام، بنيجي عند الاكس الرقم بتاع الاكس نيجاتيف 2 أغيره يبقى 2، والرقم اللي بعد البلس 5 بسيبه زي ما هو. هنا بقى مين الفيرتكس؟ حبيب قلبي مين الرقم بتاع الاكس نيجاتيف 2؟ غيره كده بقى 2. ومين اللي بعد البلس؟ مفيش، يبقى 2 0. يبقى انا لما اجي ارسم الرسمه بتاعتي هروح اوقع الفيرتكس. اول حاجه بعملها في الرسم اوقع الفيرتكس كم وكم؟ اكس ب 2 واي ب 0 هنا مثلا، واجي اروح عامل خط خفيف كده للواي اكسس، والاكس اكسس اوريدي مرسوم، وارسم الرسمه الطبيعيه بتاعتي اللي هي الرسمه بتاعت المشلول ده اللي هي دي. انهي رسمه في الاربعه شبه الرسمه اللي انا راسمها؟ لو انت واخد بالك سي عامل خط منقط عند الاثنين، رسم لك في الفيرست رسم لك في الثيرد، يبقى اجابه سؤال 11 كانت سي. كانت ايه؟ سي. سؤال رقم 12. لا سؤال رقم 12 بالله عليك ارو. اوكي سؤال بيقول لك all the following functions. انت ماسك ورقه وقلم وبتكتب ورايا المفروض صح؟ كل الاتيين فانكشن ما عدا. انا كنت بعرف امتى هي فانكشن ولا لا؟ من باور الواي. والله لو الواي عليها باور اوت فبقول على المساله فانكشن، ولو الواي عليها باور ايفن، لو الواي عليها باور ايفن كنت بقول عليها نوت فانكشن او ليست فانكشن. اقرا واحكم. المساله اللي قدام عينيك الباور اللي على الواي،
اول اختيار واي باور 1 دي فانكشن، واي باور 1 برضه فانكشن، واي باور 2 اقفش، واي باور ايفن نوت فانكشن، يبقى اجابتي سي. اصل هو قال لك كلهم فانكشن ما عدا مين الوحيده اللي مش فانكشن؟ الواي اللي عليها باور ايفن. يا اخواتي الواي اللي عليها باور ايفن از نوت فانكشن. ماشي اللي بعده، اللي بعده سؤال 13 دومين بس في ابسوليوت، فاحنا اتفقنا ان الابسوليوت متمنتج النهارده. 14 عايزين فيرتكس، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عارف ان انتوا بتطلعوا فيرتكس زي القرود، بس ركز في حاجه، دي مش معدوله، دي 2 ماينص اكس، لازم الاول اعدلها، لازم اخليها اكس ماينص 2 باور 2 وادي بلس 3. كابتن هل حقي ان الراجل يكون بيقول لي 2 ماينص اكس وانا اخليها اكس ماينص 2؟ حقي لو الباور ايفن، باور 2 ده ماله يا معلم؟ ايفن. انا عارف ان 2 ماينص اكس واكس ماينص 2 مش نفس الحاجه، في ما بينهم فرق اشاره، بس انا ليه ما اهتمتش بالاشاره؟ عشان الباور 2 الرايق ده، الباور 2 بيخليني ابدلهم. بدلت طلع فيرتكس براحتك، بالراحه قوي كده. مين الفيرتكس؟ خش جوه غير الاشاره يبقى 2، والرقم الثاني 3، يبقى الاجابه بتاعتي 2 اند 3 الفيرتكس، يبقى الاجابه A. اللي بعده The function f of x is a one-to-one function. انت المفروض عارف ان ال one-to-one function دي معناها ان لا ارجعي ارجعي مش تقلقي. ال one-to-one function معناها ان ال x ما بتتكررش وال y ما بتتكررش. يعني ايه؟ يعني انت هتكتب ورايا معلومة، لما الراجل يديك مسألة زي دي ويقول لك الفانكشن نوعها one-to-one، يبقى انا بساوي الاثنين اللي جوه دول ببعض. تقول لي معلش ليه حبيبي؟ مش هو بيقول لك الواي اف اوف اكس كلها يعني واي ايكوال واي؟ اه، ما دام الواي ايكوال الواي يبقى الاكس ايكوال الاكس. هساوي اللي جوه البراكت 2k بلس 3 ايكوال k ماينس 1. ادي ال 2k في مكانها هيجي لها ماينس k، كهايه. ادي النيجاتيف 1 مكانه هيجي له ماينس 3. نيجاتيف 1 ماينس 3 تطلع الكيب كام؟ الكيب نيجاتيف 4. يبقى المعلومه بتاعت 1 تو 1 فانكشن انك انت بتعمل ايه؟ بتساوي الاكسات ببعض، ما ينفعش اكسات تتكرر في ال 1 تو 1 فانكشن. ابسوليوت عديه. 17 ذا رينج، كلاكيت تاني مره الراجل بينكش في حوار الرينج. ركز دي بقى المره دي في حاجه مهمه قوي قوي قوي، المره دي احنا مش هنعرف نطلع رقم، دي مفيش حاجة فوق زي اللي تحت، مش هيطيروا مع بعض دلوقتي. ولذلك أنا أول حاجة هعملها هجيب الدومين. هتقول لي يا بوب ده الراجل عايز الرينج، يا بهيم أفهم، هجيب الدومين. ماشي، يعني تعالى يا عم نجيب الدومين. هو أنا كنت بجيب الدومين إزاي؟ اللي تحت ده إكس ماينس 1 بقول إن هو نوت إيكوال 0 أو لا يساوي 0. انقل ال 1 الناحية التانية، يبقى الإكس نوت إيكوال 1. يبقى الدومين كل أرقام الدنيا مسموح بيها ما عدا الاكس بكام؟ بواحد. مش ده معنى الدومين اللي هي ارقام الاكس اللي مسموحه؟ كل ارقام الاكس تنفع؟ لا، المساله لازم ترجع. كل ارقام الاكس تنفع ما عدا كام؟ ما عدا 1. هتقول لي حلو، تعالى بقى نجيب الرينج. روق كده على الكلام وقول لي ممكن تعمل فاكتورايز ولا لا؟ اه ممكن اعمل فاكتورايز فوق. هتبقى تو براكتس، واحد اسمه اكس ماينس 1 وواحد اسمه اكس بلس 1. ديفرنس بتوين تو سكويرز فوق. وتحت معايا اكس ماينس 1. طب انا هطير الاثنين دول مع بعض، يبقى واي ايكوال اكس بلس 1. دي الواي. هتقول لي حلو قوي قوي قوي، كل ارقام الدنيا تنفع كاكس ما عدا مين؟ ما عدا الواحد. انا هشيل الاكس ده واحط واحد. هتقول لي يا ريس يا مستر حضرتك بتقول الواحد ما ينفعش، يا اتقل. بدل ايكوال هخليها نوت ايكوال. واشيل الاكس واحط 1. 1 بلس 1 بكام؟ ب 2. تقول لي معلش انت جبتها ازاي دي؟ حطيت مكان الاكس ب 1. هتقول لي بس الاكس اصلا نوت ايكوال 1، ما انا خليتها نوت ايكوال. اذا 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 انت جاوبت الرينج. الرينج هو كل ارقام الواي ما عدا ال 2، عشان كده هختار في الرينج ار اكسبت 2. حلوه دي المسائل اللي انت لما تخلصها بتتكيف يعني. اللي بعده، اللي بعده الراجل بيقول لك احنا عايزين نعرف منك الجراف اللي بيريبريزنت الفانكشن دي. فكفتح كلام
انا اول حاجه بعملها مين؟ الفيرتكس. اول شيء ان انا هطلع فيرتكس المساله هخش جوه البراكت، مين الرقم؟ نيجاتيف 1، غيره يا معلم بقى 1. مين الرقم اللي ملوش دعوه بالبراكت؟ ال 2. تيجي اجيبها لك في الاول اظبطها لك بس عشان ما تبقاش متزول، اظبطها لك كده يا عم. انا هبدل الاثنين دول، هجيب النيجاتيف اكس ماينص 1 باور 3 بلس 2 عشان تبقى على عدلتك اللي انت متعود عليها. ها مين الرقم الثاني؟ كده 2. ولكن في مشكله واحده بس هتقابلك، النيجاتيف اللي قبل البراكت ده هيخلي الرسمه تتعكس. انت عارف ان رسمه اكس باور 3 بتترسم بالمنظر ده، رسمه نيجاتيف اكس باور 3 عكسها بقى. رسمه نيجاتيف اكس باور 3 الطبيعيه اللي انت عارفها بتبقى موجوده في الكوادرانت الثاني والرابع، يعني هي لو بوزيتيف اول وثالث، لو نيجاتيف ثاني ورابع. بس خلي بالك احنا جايبين فيرتكس، فانا رايح ارسم واختار الرسمه اللي شبه رسمتي. انا دلوقتي عايز ارسم، اروح اوقع الفيرتكس. الفيرتكس كام وكام؟ اكس ب1 واي ب2، ادي اكس ب1 واطلع لغايه 1 ب2 واي ب2 واحط مين؟ واحط النقطه. وبعدين كنت برسم عندها خط بالخفيف اعمله كانه زي الاكس اكسس، وهنا اعمل خط بالخفيف كانه واي اكسس وابدا ارسم الرسمه. في نيجاتيف يبقى هتترسم تاني ورابع، يبقى الرسمه بتاعتها هتبقى عامله كده اللي هي شبه انهي رسمه؟ مش دي، هي دي الرسمه بي. بص نفس الرسمه والله اللي انا راسمها، بتاعتي اجمد كده كده، رسمتنا احنا احلى. اللي بعد ال 19 هوف، الراجل عايز اتش او اف حبيب قلبي. مين اللي مكتوب قبل البقليله؟ الاتش. هكتب الاتش، الاتش اللي هي اكس باور 2، لا هي براكت باور 2. ما انا اتفقت معاك بقى، ما بحطهاش اكس بحطها براكت. مين اللي هحطه جوه البراكت؟ الاف كامله، الاف كامله اللي هي 3 اكس ماينص 1. الراجل روق عليك وقال لك بعد ما تخلص عوض عن الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2. احنا هنعمل كده، تعال نعوض مكان الاكس بنيجاتيف 2. 3 ملتبلاي نيجاتيف 2 ادي نيجاتيف 6 ماينص 1 اول باور 2. نيجاتيف 6 ماينص 1 يعني نيجاتيف 7 باور 2، هتطلع معاك على الكالكليتر 49 دي. جميل. ايه اللي بعده؟ الراجل بيقول لك، هتقول لي ده ابسوليوت، لا ده بيزك فانكشن. ما انت عارف رسمه البيزك فانكشن بتاعت الابسوليوت، وهي فرصه كويسه انك انت تتدرب معايا على الحوار بتاع النقلات. حبيبي طلع فيرتكس للمساله دي، فيرتكس المساله دي، خش جوه الابسوليوت غير الرقم يعني نيجاتيف 3. طب والتاني؟ زيرو، لانه مش عامل بلس اي حاجه. فهل دلوقتي انا عندي نقله في الواي؟ لا، الواي زي ما هو بصفر. مين اللي اتنقل؟ الاكس. الاكس اللي قدامك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ النيجاتيف اهي، النيجاتيف اهي تخلق عين اي حد. الاكس نيجاتيف، يبقى هختار او اكس داش. سهل قوي دي. اللي بعده 21 point of symmetry of the function. معلش بس انا اوريك بس مهارة بسيطة، احد السكيلز اللي انت عارفها يا ريس في الماس، انا لو معايا 2x minus 1 over x باجي اروح واخد دول اقسمهم على بعض، يبقى f of x equal حبيبي 2x over x تبقى كام؟ 2 minus 1 على x، 2 minus 1 over x. وانت عارف ان انا بحب دايما اعدل لك دي عشان تبقى على عدلتك، يعني هقول y equal، هجيب النيجاتيف 1 على اكس في اول المساله خالص، واجيب لك البلس 2 بعدها عشان اقول لك يلا يا معلم طلع الفيرتكس. هتقول لي الاكس ما فيش معاها اي رقم يبقى زيرو، والرقم الثاني ما بغيرش اشارته يبقى بوينت السيمتري زيرو و2. ايه اللي بعده؟ ذا ايفن كونتينوس فانكشن ات ذا بوينت اي وبي اولسو كونتينوس ات. حبيب قلبي معلومه هتكتبها برضو، هو الراجل بيتكلم عن نوع الفانكشن ايه؟ ايفن. الايفن فانكشن لو اديتك بوينت اسمها A و B غير اشاره الاكس وما تغيرش اشاره الواي. الايفن فانكشن بتعمل ايه؟ غير اشاره الاكس يعني هتبقى نيجاتيف A، وما تغيرش اشاره الواي يبقى نيجاتيف A و B الاجابه الثانيه. طب لو كان قال اود، اكتبها برضو، الاود بتغير الاثنين، يعني لو السؤال اللي ورايا ده كان شال كلمه ايفن وحط كلمه اود كنت هختار نيجاتيف A ونيجاتيف B. يبقى في الايفن بغير مين؟ الاكس بس، الواي لا. طب في الاود فانكشن بغير مين؟ الاكس والواي. ماشي. ايه اللي بعده؟
The point of intersection of the curve with y axis. معلومة قديمة قوي. أي حد في الدنيا عايز يجيب point intersection. Point intersection مع ال y axis لازم يحط ال x equal 0. يبقى في السؤال ده أنا هبوت ال x equal 0 عشان أجيب التقاطع مع ال y axis. يبقى y equal 4 minus 2 over أنا بحط ال x ب 0. 0 minus 1. تحسب الحسبة دي على الكالكوليتر هتطلع 6. يبقى انا هختار الواي بستة اللي دي يبقى 0 و 6. حد يقول لي جبت الزيرو منين؟ ده متخلف عقليا. انا اصلا اللي حاطط الاكس بزيرو لان دايما في التقاطع مع الواي اكسس اكس ايكوال 0. ماشي ما تزقش يا بوب بالراحه احنا بنستفهم برضو. 24 from the following functions the even function is. السؤال ده حلو قوي. كده كده انت عارف ان الساين اوت فانكشن دي محفوظه. اي حد بيتعامل مع ساين اكس هي اود فانكشن. سيب دي دلوقتي هناك جربها على الاله. جربها على الاله كده والله هتبسط بيك قوي. حط الاكس ب 5 في اول مره وحط حسبه تاني الاكس بنيجاتيف 5 نفس الرقم مره بالبوزيتيف مره بالنيجاتيف. بالمناسبه انا ما اعرفش الرقم اللي هيطلع. بقول لك ايه يعني ايه ما اعرفش الرقم اللي هيطلع على الكالكوليتر؟ ما اجيب كالكوليتر يعني واعرف ما صغير كالكوليتر. 5 ملتبلاي كوزاين 5 طلع 4.98. طب واللي تحت دي لما اعوض عن الاكس بنيجاتيف 5 نيجاتيف 5 في كوزاين نيجاتيف 5. طب ما انت عارف ما تكتبها. اتاكد بقى نيجاتيف 4.98 مره بوزيتيف مره نيجاتيف يبقى دي ود فانكشن هي كمان. على فكرة لو جربت تعمل التالتة لوحدك x power 2 plus 10 x هيطلع رقمين مختلفين. رقمين مختلفين يعني neither even nor odd. اكتب هذه المعلومة ورايا. الراجل هنا كاتب sin 30. sin 30 ده constant. ده ما فيهوش اكسات اصلا. ده انت لو كتبته على الآلة هيطلع half. وبالمناسبة اي constant function هي even function. Any constant function is even function. فهو عايز اختار function even فانا اختار الاجابة B لانها constant. دايما constant function even function. بيقول لي use the curve of the function 1 over x عشان تعمل الكيرف ده. تعال اول حاجة نجيب vertex. بسم الله الرحمن الرحيم. مين الvertex يا معلم؟ غير اشارة x خليها 2. ثبت الاشارة الثانية اللي هي 2. طلعت الvertex. اجي اروح اعمل كده واي اكسس واكس اكسس. هعملها معاك بالتفصيل المساله دي. بسم الله بسم الله. تعال نوقع النقطه بتاعتنا 2 2. هروح عند الاكس ب 2 هنا واطلع لحد الواي ب 2 هنا واوقع الفانكشن. ادي يا معلم الواي اكسس الوهم اللي انا برسمه عند النقطه وادي الاكس اكسس اللي انا برسمه عند النقطه. فبقت دي هي الاوريجين بوينت الجديده بتاعتي. هبدا ارسم بقى الفانكشن اللي انا عايزها. هو الراجل قال لي ارسم انهي فانكشن؟ الراجل قال لي ارسم واحد على اكس. واحد على اكس اللي هي انا حافظ رسمتها بهذا المنظر. ادي يمان ال1 اوفر اكس. تعال بقى نشوف اللي هو عايزه. قال لي ديترماين ذا رينج. عايز الرينج وديسكاس اتس مونوتوني اللي هي الانكريز والديكريز. تعال الاول نجيب الديكريز والانكريز. ها انا ببدا من ناحيه الشمال. قول لي كده احنا طالعين ولا نازلين؟ نازلين يا بوب. يبقى دي ديكريزنج من اول النيجاتيف انفينيتي لحد ال2. يبقى ديكريز من نيجاتيف انفينيتي الى 2. لا تنسى انا بجيب المونوتوني من على الاكس اكسس. فانا ببدا كده هي جايه ديكريزنج منين؟ من اخر الدنيا وهتفضل ديكريزنج لحد تحت. بس انا ماليش دعوه بتحت. انا عايز اجيبها احددها على الاكس اكسس المنطقه اللي انا ملونها لك دي. كل دي هي منطقه الديكريز. هي من هناك لغايه هنا. هي من نيجاتيف انفينيتي ل 2 وكل براكتس المونوتوني اوبن. طب والجزئيه دي اللي بيحصل يا مان؟ برضو الكيرف بيحصل في ايه؟ ديكريز. اقول له استنى ده في حته ثانيه ديكريز. ممكن اعملها له يونيون او اقول له ديكريز ثاني. من كام لكام؟ لو انت قلت من 2 الى انفينيتي اجابتك اجابه نموذجيه. ليه من 2 الى انفينيتي؟ ما هو بدا ديكريزنج هنا اهو اهو. هتقول يا بوب طب ما هو من انفينيتي بوزيتيف. حبيبي المونوتوني من على الاكس. انا عارف ان كل ده ديكريز. نزل اول نقطه كده على الاكس اكسس تلاقيها 2 واخر نقطه على الاكس اكسس تبقى انفينيتي. بجيب المونوتوني من الاكس اكسس. طب بالنسبه للرينج، الرينج من على الواي اكسس.
بص اللي انا كنت بعملها ازاي، كنت باجي على طول انزل لك اسهم على الواي اكسس كده، ادي الفانكشن، كل دي منطقه للفانكشن، كل دي فانكشن، وصل للواي اكسس، شوف الواي اكسس يمينه وشماله في فانكشن ولا لا، هتكتشف الاتي، كل الواي اكسس اتلون ما عدا مين لو انت واخد بالك الاثنين، لان الفانكشن ما بتلمس الخط اللي اسمه 2، شايفين الخط المنقط ده؟ الفانكشن عمرها ما هتلمسه، يبقى كل ارقام الواي جنبها فانكشن ما عدا ال 2، فعشان كده هكتب الرينج كل الدنيا، كل الدنيا يعني ار اكسبت مين بقى؟ ار اكسبت 2، يبقى الرينج ار ما عدا 2. اصحى معايا ما تنامش. اللي بعده بيقول ايه بقى في السؤال الثاني في الاي سي؟ فايند ذا دومين اوف ذا فانكشن. بسم الله يا عم تعالى نجيب دومين. هو انا بجيب الدومين ازاي؟ فتح كلام ده روت، فهنقول اكس باور 2 ماينس 9 جريتر ذان او ايكوال 0، وقلت لك ما دام فيها باور 2 يبقى لازم نمبر لاين، احولها معادله اخليها اكس باور 2 ماينس 9 ايكوال 0، هتطلع الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف 3. ادي النيجاتيف 3 وادي البوزيتيف 3، مش انا قلت لك بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف؟ انا بادئ باكس هي بوزيتيف، يبقى بوزيتيف هنا وفي النص هنا نيجاتيف والاخيره بوزيتيف، وانا محتاج الحته البوزيتيف في الدومين، ولذلك هكتب الدومين ار اكسبت، كل الار معايا، كل الار بوزيتيف اكسبت من كام لكام؟ من نيجاتيف 3 ل 3. واخد بالي بقى من ايه؟ ان انا معايا هنا اور ايكوال، اروح اعمل البراكتس اوبن لان ار اكسبت بتغير كلابي، يبقى الدومين ار اكسبت من نيجاتيف 3 لحد 3. بيقول لي لو بوسيبل بقى عايز اف 0 واف 3، هل ينفع نجيب له اف 0؟ عادي يا معلم مش مشكله. ليه قال لو بوسيبل؟ لان لو الرقم بره الدومين ما ينفعش اجيبه اصلا. طب تعالى نعوض كده، تعالى نعوض. لما اعوض له بالزيرو اللي هو رقم بره الدومين، شوف ايه اللي هيحصل. 0 باور 2 يعني 0 ماينس 9، ماس ايرور ما تنفعش. ليه الزيرو فشل؟ الزيرو مش جوه الدومين. طب لو طلب اف اوف 3، اف اوف 3 يعني اشيل الاكس واحط 3، يا رب تنفع. 3 باور 2 9 ماينس 9 روت الزيرو، وعلى فكره روت الزيرو كده كده بزيرو. سؤال رقم 3 في الاي سي، الراجل جاي بيقول لنا، جاي بيقول لنا ايه بقى؟ عايز دومين. بس خد بالي بقى من حاجه، هنا في مشكلتين. المشكله الاولى وجود الروت، انت كده كده بتقول اللي تحت الروت لازم يبقى ايه؟ اكبر من او ايكوال زيرو، فلازم الاكس تبقى اكبر من او ايكوال زيرو. بس استنى كده، هل ينفع اللي تحت يساوي صفر؟ لا، يعني اكس ماينس 1 نوت ايكوال زيرو، يعني الاكس ما ينفعش تساوي كام؟ الاكس ما ينفعش تساوي 1. بص اكتب له الدومين ازاي، مش انا مطلعه اكبر من او بيساوي الصفر، يعني من صفر الى انفينيتي، كل دي ارقام تنفع للاكس ما عدا مين الرقم الوحيد اللي بين صفر وانفينيتي ما ينفعش اعوض بيه؟ ال1 يا مان. طب اخرجه ازاي بره الدومين؟ بقول له اكسبت 1، حته دومين كده على طرف المعلقه، مساله كومبو 2 في 1. اللي بعده، اللي بعده بيقول لي لو دومين الفانكشن دي از ار، ستوب بقى، ستوب بقى، يعني ايه الدومين اسمه ار؟ انا اللي اعرفه ان في الفراكشن ار اكسبت زيروز الدينومينيتور، زيروز الدينومينيتور، زيروز الدينومينيتور يعني ايه؟ الارقام اللي بتطلع بتساوي صفر من الدينومينيتور. طب الراجل بيقول لي الدومين اسمه ار، معناه ان هو راح عمل فاكتورايز للدينومينيتور وطلع له ايماجينري نمبر. ليه؟ تعال اقول لك، تعال اقول لك دي بالتفصيل الممل. سيبك من السؤال اللي قدامك، انا هديك سؤال تاني. لو جيت قلت لك اي حاجه فوق فاكس ومعانا اكس سكوير ماينس 4، هات الدومين، فانت هتقول لي هساوي اللي تحت بزيرو، هقول نوت ايكوال يعني، وهيطلع لي الاكس مش ببوستيف او نيجاتيف 2. كنت بكتب الدومين ازاي؟ ار اكسبت 2 ونيجاتيف 2. طب افرض السؤال كان كده، حاجه ما تهمنيش خالص الحاجه، انا اللي يهمني اللي تحت، اكس سكوير بلس 4، هبص تحت وهقول اكس سكوير بلس 4 نوت ايكوال 0، وهنقل دي هناك، يبقى الاكس سكوير نوت ايكوال نيجاتيف 4، ما ينفعش اعمل روت. ساعتها هكتب الدومين ار. هتقول لي ليه يا بوب كتبته ار؟ ما هو يا حبيبي الدومين ار اكسبت اللي طلع لي، وانا هنا ما طلعليش اي حاجه. جيت احل
طلع لي imaginary number، فبكتب الدومين على طول R لان ما طلعليش اي اجابات صحيحة. هو هنا حصلت مع حاجة شبه كده، هنا حل المسألة بتاعته، انا ما يهمنيش هو حلها ازاي، حلها وطلع الدومين بتاعه R، يبقى هو كان بيحل حاجة شبه اللي انا حلتها دلوقتي، حاجة طلعت imaginary number. احنا رايحين مع بعض اولى ثانوي دلوقتي، تقول لي يا بوب احنا ثانية، ما انا عارف متخلف، ولكن الجزئية اللي انا هتكلم عليها دلوقتي جزئية درسناها في اولى ثانوي، امتى الروتس بتطلع imaginary. يبقى دلوقتي امتى ما بيطلعليش اي حلول؟ يا لهوي على الكلمة الرخمة اللي هتتقال، لو الديسكريمينانت اصغر من الزيرو. الكلام ده احنا اخدناه في اولى ثانوي في اخر الترم الثاني السنة اللي فاتت. هتقول لي مش ناسيه او مش فاكره، حبيبي افتكر اهو، افتكر الديسكريمينانت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اقل من اصغر من الزيرو. ده ليه؟ ده لو انا عايز اخلي الروتس تطلع imaginary. طب انا ليه عايز اخلي الروتس تطلع imaginary؟ ما هو بيقول لي الدومين ار، يبقى كده هو عمل فاكتورايز وما طلعلوش حل. الاي بكام؟ الاي ب1، ما هي الاي كوفيشنت الاكس باور 2، والبي يا معلم كوفيشنت الاكس ب6، والسي كوفيشنت الفري تيرم او الفري تيرم اللي هو كي. تعال نعوض، بي باور 2 يعني 36، ما هي البي ب6، ماينس 4 ملتبلاي الاي اللي هو ب1 مش هكتبه، ملتبلاي السي اللي هو كي اصغر من الزيرو. هعمل المساله ديت هنقل النيجاتيف 4 كي الناحيه الثانيه، يبقى لزان 4 كي، اعمل ديفايدد 4 في الناحيتين، 36 لما تقسمها على الأربعة تطلع بإذن الله 12. إيه ده؟ إيه ده بجد؟ إيه ده بجد؟ 36 يا بوب، 36 يا بوب، ما هي نص 36 18 ونص 18 9. أنا بحسب حسبة ثانية خالص، أنا ما بمسحش كده، ليش أول مرة أصور على البورد دي، فهنلاقي دلوقتي مشكلة في المسح، ما ينفعش غلط تاني، مش عارف أمسح. 36 ديفايدد 4 طبعا 9، يبقى الكي اكبر من 9. الكي اكبر من 9 يعني اكتبها ازاي كدومين؟ من 9 لانفينيتي، اكبر من 9 يعني من 9 الى ما لا نهايه. دي ازمه، دي بنت جنيه، خلي بالك الدومين ما طلعش ريل روتس، فالحوار حوار كبير. طيب ها ايه اللي هيجي هنا دلوقتي يا مسهل يا مسهل يا مسهل؟ بيقول لي ارسم اكس في ابسولوت اكس، ما برسمش ابسولوت النهارده. ليه ما برسمش ابسولوت النهارده؟ ولا اقول لك حاجه يا عم، تعالى نرسمه يمكن الراجل تهب منه. كده كده ابسولوت اكس ديت معناها ان في حلين، دايما لما بلاقي المنظر ده بعمل فرعين، مره بكتب الاكس ملتبلاي الاكس عادي، ومره بكتب الاكس ملتبلاي النيجاتيف اكس. ايه بقى اللي انا عملته دلوقتي؟ شلت الابسولوت وعوضت عنه مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. ما هو الابسولوت انت عارف ان هو بيعمل كده، بوزيتيف ونيجاتيف. امتى بوزيتيف؟ لو اكبر من الزيرو. امتى نيجاتيف؟ لو اصغر من الزيرو. فانا دلوقتي عايز ارسم الرسمه دي. هتقول لي دي انهي رسمه دي يا بوب؟ حبيبي اكس باي اكس اللي هي اكس باور 2، واكس باي نيجاتيف اكس نيجاتيف اكس باور 2. ماشي، مؤاخذه يا ريس، لما مؤاخذتك معاك يا كبير. انا عايز ارسم رسمه الاكس سكوير في المنطقه بتاعت اكبر من او بيساوي زيرو، يعني في المنطقة اليمين. اكس باور 2 تترسم ازاي؟ مش هرسمها كلها بقى، هرسم الجزء ده بس. صح، ليه هرسم الجزء ده بس؟ ما هو بيقول لي ارسمه في الحتة اللي اكبر من الزيرو. طب في الحتة اللي اصغر من الزيرو، الحتة الشمال، هنرسم النيجاتيف اكس باور 2 اللي هي ان، وطبعا برضو مش هرسمها كلها، هوقف هنا وابدا اشوف هو عايز ايه. قال لي مبدئيا ديسكاس اتس مونوتوني. مونوتوني اللي هو الانكريز والديكريز. انا جاي من ناحية الشمال، كل المساله انكريز، فلما بتبقى كلها انكريز بقول له انكريز من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي. ماشي، اتس تايب اود فانكشن. ليه اود فانكشن؟ لانها سيمتريك يا معلم اباوت الاوريجين بوينت، فهقول عليها اود فانكشن. اللي بعده، ارسم رسمه ابسولوت اكس وارسم رسمه اكس باور 2. ادي الاكس اكسس، ادي الواي اكسس، رسمنا الاثنين اكسس. بقول لك في الحته بتاعت اكس اكبر من صفر ارسم لي رسمه الاكس باور 2 اللي هي عامله كده، والحته اللي اصغر من الصفر رسمه الابسوليوت. مش انتوا عارفين ان الابسوليوت عباره عن سبعه؟ بس مش هرسم السبعه كامله، هرسم الخط ده بس. عايز فروم ذا جراف اجيب الرينج
وديسكاس المونوتون. الرينج ده من على الواي اكسس، مين اوطى واي في المساله؟ حبيبي انت لو جيت بصيت على اوطى واي في المساله زيرو، يبقى الرينج من زيرو لانفينيتي، مفيش اي رسمه في الواي النيجاتيف. ديسكاس المونوتوني، ها ردوا عليا، الحته دي انكريز ولا ديكريز؟ ديكريز من نيجاتيف انفينيتي لحد زيرو، وانكريز في الجزء الثاني. انكريز من كام لكام بقى؟ انكريز من زيرو الى انفينيتي. جميل. الكالكولس، جزئيه الكالكولس عايزين بس نوضح كام بوينت مهمه فيها. جزئيه الكالكولس احنا ما عندناش غير درسين بتوع الليميتس. مبدئيا ده كان سؤال اصلا الجبرا، كانش مكانه هنا اهو. احنا نبدا بقى بجد من اول دلوقتي. ليميت اكس تند تو زيرو، معلش بس في تعديل، دي باور 5 مش باور 2، يعني هي اكس بلس 2 باور 5 ماينس 32 على اكس. خطوة رقم واحد في مسائل الليمت، تعويض مباشر بالرقم اللي معايا. اكس يكوال زيرو، يلا نعوض تعويض مباشر. اروح على الآلة، زيرو بعوض اهو، بلس 2 باور 5 ماينس 32 اوفر زيرو. احسب اللي فوق لوحده، اوعى تكتبها كلها فراكشن مرة واحدة. احسب اللي فوق لوحده هيطلع زيرو، واللي تحت زيرو. وبما ان هي زيرو على الزيرو دي اللي كنا بنقول عليها unspecified value، كمية غير معينة. وكنا بنعينها ازاي؟ كنا بنعوض بأقرب رقم للزيرو. substitute يا معلم مكان الزيرو ده ب 0.0001، هعوض مكان الاكس بالرقم ده. تعال نعمل كده. هتقول لي مش هتطلع ماس ايرور؟ لا، الماس ايرور لو عوضت بالزيرو نفسه. تعال نبدا تعويض، اشيل الاكس ديت واحط 0.0001 بلس 2 باور 5 ماينس 32 اوفر الاكس اللي هي 0.0001. عوض يا مان التعويضه دي، هتطلع على الكالكليتور 80. هي هتطلع 80.0000 اللي هي كام يعني من الاخر؟ 80. ده لو المساله ما فيهاش اي مجاهيل، يعني مساله الليمت اللي بتتحل بالكالكليتور اللي هي مجرد بتلاقي فيها اكس، انت بتعوض برقم اقل من الاكس بتاعك بهبابه، بتلاقي الدنيا ظبطت. المساله دي حلوه قوي. المساله دي بتتكلم عن ايه؟ الراجل عايز ليمت، والليمت جرافيكالي انت عارف ان انا لازم اجيب الليمت من شمال الفانكشن واجيب الليمت من يمين الفانكشن. بس لازم تاخد لي بالك ان انا مش بقول لك للفانكشن، ده الابسوليوت الفانكشن. طب هو الابسوليوت بيعمل ايه في الحياه؟ بيقلب النيجاتيف بوزيتيف. شايفين الحته اللي تحت دي؟ انا هرسمها فوق وامسحها من تحت. هتقول لي ايه ده؟ ليه عملت كده؟ حبيبي عمو اللي قال لي، عمو قال لي ما تحلش الفانكشن اللي عينك شايفاها، عمو قال لي حل ابسوليوت الفانكشن. ابسوليوت يعني تنقل الجزء النيجاتيف تخليه بوزيتيف. اوكي؟ اوكي. نقلت الجزء النيجاتيف خليته بوزيتيف. عايز بقى اجيب ليميت عند اكس ايكوال 2. تذكر من حاجه، انت لو طلعت من فوق التوب بالظبط هتلاقيها undefined لان عندها open circle. لو جيت شمال التو هبابة كده، هبابة صغيرة قوي، وطلعت هلاقي قيمة الفانكشن تقريبا 1. طب ولو جيت يمين التو سنة وطلعت اخبط في الفانكشن، هلاقي قيمة الفانكشن برضو 1. فما دام الليمت من ناحية اليمين طلع 1 والليمت من ناحية الشمال طلع 1، يبقى الليمت اكزيست وقيمته 1. هنحل حبة جرافات النهاردة كتير علشان تستوعبوا الموضوع ده. هنا بسم الله الراجل بيقول لك ليميت اكس تند تو 1، فانت كفتح كلام اول حاجة هتعملها هتعوض مكان الاكس بواحد. لو جيت عوضت مكان الاكس بواحد فوق يطلع زيرو، لو حطيت مكان الاكس واحد من تحت هيطلع 3 ناقص 8 نيجاتيف 5 زائد 4. دي في حاجة غلط في المسألة دي، لن تحل لان دي ما طلعتش زيرو على الزيرو. هتقول لي هي لازم تطلع زيرو على الزيرو؟ لا يا، ده انا حللها قبل كده. ما هي زيرو على الزيرو يا undefined يا زيرو، ما دام كلها ارقام المساله فيها غلطه حظك هنمنتجها. هنا بقى ليميت اكس تند تو 1، حبيب قلبي لا تنسى ابدا ما هي اول خطوه في الليميت، تعويض مباشر مكان الاكس. هتقول لي ما نحلهاش بالقلق، مش هينفع عشان في مين؟ في ايه؟ الاول تعال عوض مكان الاكس بواحد، 2 باي 1 ادي 2 بلس اي، عوض مكان الاكس ب 1 1 بلس 1، كل ده ايكوال كام؟ 5. تعرف ان السؤال خلص؟
1 بلس 1 بكام؟ 2. اعمل كروس 2 باي 5 10. ومين اللي معايا هنا؟ 2 بلس a. طب انا عايز احسب الـ a واديني الحلوه بالماينس. 10 minus 2 which is equal 8. تطلع الـ a بـ 8 c. يبقى أول خطوة في الليمت إيه؟ تعويض مباشر. خش أشوف الكلام على إيه هنا. الراجل هنا طالب كذا حاجة. أولهم ليمت x تند تو 0 f of x. يعني لما الـ x بـ 0، تعالى كده نشوف لما الـ x بـ 0 ونجيب الـ function بكام. والله أنا ملاحظ إن لما الـ x بـ 0 عند النقطة اللي أنا بشاور لك عليها الـ y بكام؟ بـ 1. فأنا أول حاجة عارفها دي بـ 1. رحت عند الـ x بـ 0 لقيت الواي ب1. هنا بقى بيقول لك اف 1 وحط لك اشاره بوزيتيف، ودي اتفقنا زمان انها مش بوزيتيف، دي معناها ايه؟ يمين ال1. من ناحيه اليمين بتاع ال1 هروح مش من عند ال1 بالظبط، لا يمين ال1 كده، يمين ال1 يعني بعد ال1 بسيكه. وانزل الاقي نفسي خبطت في الفانكشن عند كام؟ عند نيجاتيف 2. يبقى تاني واحده دي بنيجاتيف 2. طب يعني ايه اف 1 شمال او نيجاتيف؟ انا جاوبت صح؟ جاوبت. نيجاتيف يعني شمال ال1، خلي بالك شمال ال1 يعني هنا كده. المره دي مش هنزل، ليه؟ الفانكشن دي اخرها بالظبط عند الواحد. فلما تخش شمال الواحد لو نزلت ما تقابلهاش، انما لو طلعت هتقابلها بتساوي كام؟ 3. يعني 1 ماينس 2 بلس 3. 1 ماينس 2 نيجاتيف 1 بلس 3 تطلع ب 2. اللي بعده السؤال السابع. The opposite figure represent the curve of the function f. زين، هي ايه اول خطوه في الليمت؟ عوض تعويض مباشر. يا عم تعالى نعوض تعويض مباشر، شيل كل اكس وحط 2. f2 باور 2 بلس f2، انا عمال اعوض كل ما يقابلني اكس اشيلها واحط 2 على f2 بلس 4. هجيب انا منين بقى f2؟ هجيبها من الرسمه. هروح عند الاكس ب2 اشوف الواي بكام. والله عند الاكس ب2 الواي بنيجاتيف 4، يعني اف2 بنيجاتيف 4. نيجاتيف 4 باور 2 16 ماينس 4 ماينس 12 اوفر اف2. احنا كنا قايلين بكام؟ اف2 كنا قايلين بنيجاتيف 4 بلس 4. ابلع، هتلاقيها طلعت كام على الكام؟ 0 اوفر 0. وهنا لابد من الفاكتورايزيشن. دي الآلة ما تحلهاش، هو لو عايز يزنقك يجيب لك حاجة زي كده، هتقول لي طب احنا هنحلها ازاي؟ هنعمل فاكتورايز يا ريس، ركز معايا. هبدأ أعمل فاكتورايزيشن، تو براكتس، أروح أعمل لها مود 5 3 عادي بالكالكليتر، يعني أنا يا عم أجيب كالكليتر أهو قدامك، آدي كالكليتر بسم الله. مود إيكويجن 3 وتعمل فاكتورايز كأنها إيكويجن عادية خالص، كوفيشنت الإكس باور 2 1 إيكوال، كوفيشنت الإكس 1 والفري تيرم نيجاتيف 12. طلع لي يا معلم نيجاتيف 4 و 3، غير الاشارتين. نيجاتيف 4 اخليها بوزيتيف، وبوزيتيف 3 اخليها نيجاتيف 3. هل بقى هكتب اكس؟ لا. لو كان بادئ باكس باور 2 كنا بنعمل اكس واكس، بس هو بادئ باف اكس باور 2، فاحنا هنعمل اف اوف اكس اف اوف اكس. الله على الحلويات، عارف مين اللي قاعد تحت؟ اف اكس بلس 4. طب ما ده حلو ده. fx بلس 4 اتشال مع fx بلس 4، وانا وانس بطير بعوض. اول ما طير حاجتين مع بعض ابدا التعويض. هتقول لي ما احنا عوضنا وطلعت 0 على 0، بس المره دي لا، انا هعوض مكان الاكس بكام؟ 2. هي f اوف 2 كانت بكام؟ كنا جايبين f اوف 2 بنيجاتيف 4. نيجاتيف 4 ماينس 3 تطلع نيجاتيف 7. الاجابه ايه؟ اسئله قويه في الليمت. اللي بعده سؤال رقم 8، مسألة ال n x. لما يديك function اكتب 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 المسألة واكتب النوت عليها، دواها كروس ملتبليكيشن، حلها اديها واحدة كروس ملتبليكيشن وهترزق معاك على الآخر. تعالى نديها واحدة كروس ملتبليكيشن. لما أعمل كروس ملتبليكيشن يعني أضرب السبعة في اللي تحت دول، هتبقى 7 x ماينس 14 إيكوال، طبعا ال 7 دي أوفر 1، فلما اعمل كروس يبقى ان اكس ماينس 8. عايز اجيب الان اكس، هدفي في الحياه ان الان اكس تيجي. يا عم مبروك الان اكس جت. 7 اكس قاعده زي ما هي، نيجاتيف 14 بلس 8 نيجاتيف 6. مين اللي انا جبته؟ ان اكس. فرحان قوي بنفسي ليه؟ رايح اعوض هنا.
ما هي المسألة اللي هو طالبها limit x tend to 2. أبدأ بسم الله، أدي 2x power 2 minus nx. خلي بالك الماينس هيخش على ال nx كلها، الماينس هيخش على الاثنين دول، غير لي الإشارتين، يبقى نيجاتيف 7x بلس 6 على x minus 2. معلم مسألتك بدأت دلوقتي. هتقول لي بدأت وأنا لسه ياض ما تقلقش ياض، أنت كده كده هتحلها إزاي؟ كالكليتر، هتروح تحط مكان ال x أقرب رقم لل 2. مين أقرب رقم لل 2 قدام عينيك؟ 1.999. لما تبقى التندنسي 2 انا بعوض بواحد بوينت شويه تسعات، 1.39. ادي فراكشن 2 ملتبلاي 1.999، قفلت البراكت، باور 2 ماينس 7 ملتبلاي 1.999 بلس 6 اوفر 1.999 ماينس 2. تطلع قدامي على الكالكوليتر الناتج كده 0.998. مين ال 0.99؟ الواحد الصحيح. طبعا كان ممكن نعمل لها فاكتورايزيشن بالكالكليتر ونطير، بس احنا عايزين بما ان هو سؤال تشوز ننجز حالنا. سؤال 9 بيقول لك روت اكس ماينس 1 على اكس ماينس 16. لا هي مش روت اكس ماينس 1، لا يا ريت تبقى روت اكس ماينس. بص هي ايه اول خطوه؟ تعويض مباشر. انا اتبسطت قوي دلوقتي، ليه؟ لما اعوض ادي روت 16 ماينس 1 على 16 ماينس 16، اللي تحت كام يا مان؟ زيرو. اوعى تنسى ان اول خطوه في الليمت تعويض مباشر، اوعى تتسرع وتروح تعملها على الاله على طول، لا الاول عوض تعويضه مباشره يمكن ما تطلعش زيرو على الزيرو. بالمناسبه دي طلعت 3 على الزيرو، و3 على الزيرو لا تحل، 3 على الزيرو doesn't exist. الليمت لو ما طلعش زيرو على الزيرو، يعني لو طلع الرقم على الزيرو except 0 على 0 طبعا، بنختار doesn't exist. يا رب ما نلبسها، يا رب ما نلبسها، يا رب استر على ولادي كلهم. ها ايه اول خطوه في الليمت؟ اعوض تعويض مباشر. عوض لي كده عن الاكس ب 2، 2 minus 2 0، 2 plus 1 3. دي سهله بقى، 0 over 3 كام؟ ب 0. 0 over اي رقم ب 0 ما عدا الزيرو طبعا، 0 over 0 بمنهج. لا استنى، راحت فين؟ راحت فين؟ دلوقتي عايزين نحل المسألة دي بقى. أول حاجة هتقول لي يا مستر هنعوض تعويض مباشر، تعالى أول حاجة تعويض مباشر. هعوض مكان الإكس بخمسة، خمسة باور اتنين أدي 25، ماينس 8 في 5 أدي 40، بلس 15. بالمناسبة اللي فوق ده هيطلع زيرو. طب واللي تحت؟ عوض بخمسة تبقى 25، ماينس 50 زائد 25، وسبحان الله طلعت برضه بكام؟ 0 اوفر 0. عايزين بقى بدل ما نعوض على الآلة ب 4.99 نروق لها كده على الكلام ونحلها المرة دي ستيبس، أو نبقى نوعنا. كده كده أنا هعمل فاكتورايزيشن فوق وفاكتورايزيشن تحت. هتقول لي طبعا لو حليتها 4.99 ثلاث تسعات، ما عنديش مشكلة معاك، ولكن أنا هبدأ دلوقتي أعمل فاكتورايزيشن فوق وفاكتورايزيشن تحت. انت هتعمل الفاكتورايزيشن بالاله، انا هعمله بدماغي. كم في كم ب 15؟ 5 في 3 الاخيره بوزيتيف، الاثنين زي اللي في النص. اكس واكس كم في كم ب 25؟ 5 في 5 الاخيره بوزيتيف، الاثنين زي اللي في النص. طب تقول لي طب انا ما بعرفش اعمل الكلام ده، اعمله بكالكليتر عادي، هيطلع لك رقمين على الاله، هيطلع لك على الاله 5 و3 غير اشارتهم، هيطلع لك تحت على الاله 5 بس، يبقى نيجاتيف 5 ونيجاتيف 5. الله اكبر، طاروا. من اللي اتبقى؟ اكس ماينس 3 اوفر اكس ماينس 5. وانا وانس بطير بعوض تاني مكان الاكس ب 5. 5 ناقص 3 2، 5 ناقص 5 0. اوه شيت، 2 اوفر 0 معناها doesn't exist. الحمد لله ان احنا ايه؟ ما عوضناش برقم قريب منه. هنا هنعوض الاول تعويضه مباشره، ثم مش هتطلع غير زيرو على الزيرو. وبما ان دي مساله هي اصلا لسه في منهج نوفمبر اللي هي السيرم 4، ولكن احنا عايزين نحلها بطريقه الاله، بشغل طريقه الاله شويه. الراجل بيقول لك الاكس تند تو 2، عوض ب 1.999 1.999 باور 5 ناقص 32،
على 1.999 باور 2 زائد 3 ملتي بلاي 1.999 ماينس 10. هشوف الليله دي كلها هتطلع كام على الكالكوليتور دلوقتي. بسم الله. ادي 1.999 باور 5 ماينس 32 اوفر 1.999 باور 2 بلس 3 ملتي بلاي 1.999 ماينس 10 تطلع 11.4. طلعت معايا 11.41. ادور في الاختيارات على مين اللي 11.41. تعال نشوف 80 على 7 11.42. يبقى انا هختار 80 اوفر 7. اللي بعده ما كده شغال شغال. اللي بعده مساله رقم 13. ايه هي اول خطوه في الليميت او تعويضه مباشره؟ اشيل الاكس واحط نيجاتيف 1. تعال نشيل الاكس ونحط نيجاتيف 1. ادي نيجاتيف 1 باور 2 بلس نيجاتيف 1 على نيجاتيف 1 باور 3 بلس 1. نيجاتيف 1 باور 2 ب 1، 1 ماينس 1 0. نيجاتيف 1 باور 3 بلس 1 0 على 0. يا اما نعوض برقم قريب من النيجاتيف 1 اللي هو بالمناسبه نيجاتيف 0 بوينت شويه تسعات، يا اما نحلها بقى 5 مضافه. 5 مضافه يبقى احنا فوق ناخد الاكس كومان فاكتور. ولو اخدت الاكس كومان فاكتور يبقى لي كام؟ اكس بلس 1. طب وتحت براكت صغير وبراكت كبير، الله ينور عليك. نعمل سام بتوين تو كيوبس. دي بتتعمل ازاي؟ اكس بلس 1 الاول باور 2 اكس باور 2 الثاني باور 2 1. اول في ثاني غير علامه، اول في ثاني غير اشاره. اكس باي 1 يعني اكس غير اشاره يبقى نيجاتيف اكس. طاروا مع بعض وانا وانس بطير بعوض. هعوض عن الاكس بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 على اكس بنيجاتيف 1 باور 2 ب 1. اكس بنيجاتيف 1 تبقى 1 وادي 1 تطلع نيجاتيف 1 اوفر 3. الاجابه بي. اللي بعده 14 اتعوض تعويضه مباشره هتطلع طبعا دي باور 7. البوارات العاليه دي اسمها ثيرم 4، دي منهج نوفمبر، ولكن لو عايز تحلها عوض عن الاكس بكام؟ 0.0001 ده اقرب رقم للصفر. ها اف 3 بوزيتيف بلس اف 3. اف 3 يعني هطلع من عند الاكس ب 3 بالظبط. لما اجي عند الاكس ب 3 بالظبط ها قيمه الفانكشن كام؟ اهي قيمه الفانكشن 1. طب لو طلعت 3 من ناحيه اليمين، ما هو 3 بوزيتيف ديت معناها ايه؟ من ناحيه يمين ال 3، يعني مش هطلع بقى من عند ال 3 بالظبط، لا بعد ال 3 بحبه كده، طبعا مش لغايه ال 4، دي بعد ال 3 بسيكه صغيره وتطلع هوب تخبط في الفانكشن عند كام؟ ال 3. 3 بلس 1 which is equal 4. 16 تكر مسألة مهمة قوي، اكتب جنبها انها مسألة مهمة قوي 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 وهناكل فيها علقة محترمة. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. المسألة ام 2 مجاهيل. لما الراجل يديك 2 انون في النموريتور كده انت المفترض انك انت تعملها بالفاكتورايزيشن. ولكن لازم تبقى عارف حوار الزيرو فاكتور. ايه بقى حوار الزيرو فاكتور ده؟ تعالى افكرك. مش احنا لما بنحل مسائل الليمت في حاجات من فوق بتطير مع حاجات من تحت؟ اه. الحاجات دي قبل ما بنخش المساله بنبقى عارفينها. البراكت اللي بيطير هو اللي عكس الاشاره بتاعت ده، يعني ايه؟ التندنسي اكس تندس تو نيجاتيف 1، يبقى الزيرو فاكتور غير اشاره النيجاتيف 1. الله ينور عليك، اكس بلس 1. اكس بلس 1 هو البراكت اللي هيطير، فانا دلوقتي هبدا اعمل فاكتورايزيشن مانوال. ادي ليميت اكس تند تو نيجاتيف 1. مين اللي موجود تحت؟ فاكتورايز تافه قوي. اكس باور 2 ماينس 1 براكت في اكس ماينس 1 براكت في اكس بلس 1. فوق بقى يا معلم فوق اكتب اكس بلس 1. ما هو لازم الزيرو فاكتور يحضر. الزيرو فاكتور هيكون موجود يعني هيكون موجود، فانا كتبت اكس بلس 1. طب والتاني اكس بلس ال. ليه يا بوب خليتها اكس بلس ال؟ انا ولا عارف الكي ولا عارف الام، فما اعرفش الفاكتور الثاني فاضطريت اسميه اكس بلس ال، وانا دايما هعمل كده. بص الرجوع الدرامي كان لازم تقفل اقول لك ايه، وانا دايما هعمل كده. الشاشه مقت رجعنا ثاني، كانوا بس بيغيروا الكارت. انت هتشطب الاكس بلس 1 مع الاكس بلس 1. مين يتبقى لك؟
انت اول ما بتشطب بتعمل ايه؟ معلش بعوض، عوض لي كده عن الاكس بنيجاتيف واحد، يبقى نيجاتيف واحد بلس ال، وتحت نيجاتيف واحد ماينس واحد يعني نيجاتيف 2. كل ده بيساوي كام؟ 3. كروس مالتبليكيشن، 3 في نيجاتيف 2 ادي نيجاتيف 6، وادي نيجاتيف 1 بلس ال. حبيبي احنا جبنا ال خلاص، وادي ده هناك نيجاتيف 6 بلس 1 يطلع ال بنيجاتيف 5، ال ايكوال نيجاتيف 5. الحمد لله جبت ال بنيجاتيف 5. هتقول لي طب انت مبسوط قوي انك انت جبت ال ليه؟ هسيب الليميت وهسيب المساله وهسيب كل حاجه وهقفش في النموريتور ده اللي هو اكس بلس 1 ملتبلاي اكس بلس او اكس ماينس 5. هتقول لي جبت الخمسه منين؟ يا اما ال بنيجاتيف 5، النموريتور اللي مكتوب فوق اساوي بيه اللي مكتوب فوق هنا، اكس باور 2 بلس كي اكس بلس ام. تعال نفك البراكت، اكس باي اكس، اكس باور 2، اكس باي نيجاتيف 5 ادي نيجاتيف 5 اكس، 1 باي اكس ادي اكس، 1 باي نيجاتيف 5 ادي نيجاتيف 5 ايكوال، هكتب الثاني زي ما هو، اكس باور 2 بلس كي اكس بلس ام. ابدا اشوف الدنيا هتمشي ازاي. ادي اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس اكس ادي ماينس 4 اكس ماينس 5 ايكوال اكس باور 2 بلس كي اكس بلس ام. الف 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 مبروك، انت عرفت الاكس او عرفت الكي بكام والام بكام. ليه؟ الكي اللي هو اللي مضروب في اكس، هو اللي مضروب في اكس هنا بيساوي كام؟ نيجاتيف 4، ادي قيمه الكي. طب عايز اجيب الام، الرقم الفري، الام الفري اللي ما فيهوش اي اكسات، مين فري هنا؟ نيجاتيف 5. يبقى انا جبت الكي بنيجاتيف 4 والام بنيجاتيف 5، قال لي اجمعهم، نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 5 ادي نيجاتيف 9. يبقى كانت فين كلمه السر؟ زيرو فاكتور. جبت الزيرو فاكتور ازاي؟ غيرت اشاره ده اكس بلس 1 والبراكت الثاني اكس بلس ال. الاسئله ديت مهمه؟ لو ما فهمتهاش رجع الفيديو ثاني هتفهمها. ها مسألة توتو قوي، بيقول لك عوض عن الاكس ب 1. يا رب يا عمي وعدتكم بالكلام زي ده. ده ممكن يجي لشباب ادبي عادي على فكره، انك انت تعوض عن الاكس ب 1 2 باي 1 2، 2 ماينس 5 نيجاتيف 3 18. ليميت اكس تند تو زيرو تكير، اول خطوه في الليميت تعويض مباشر. لو عوضت مكان الاكس بزيرو ادي زيرو تحت، لو عوضت مكان الاكس بزيرو نيجاتيف 1، وانت عارف ان اي حاجه على زيرو معناها doesn't exist. لو كانت زيرو على زيرو كنا كملنا وحاولنا نجيب حل. هدي دي كونجيجيت، معلش بس المساله دي هديها كونجيجيت عشان نفتكر مع بعض الكونجيجيت. ادي ليميت اكس تند تو 3، 5 اكس سكوير ماينس 45 على روت 5 اكس بلس 1 ماينس 4. عشان بس لو احلو وجاب السؤال ايسي ولا حاجه، او عادي ممكن يجيب الروت دوت ايسي. انت اول حاجه هتعوض تعويضه مباشره وهتطلع 0 اوفر 0. طلعت 0 اوفر 0 اضرب فوق وتحت في الكونجيجيت. يعني ايه كونجيجيت؟ مساله الروت حلها كونجيجيت. بتكتب الروت زي ما هو، ادي روت 5 اكس بلس 1 ماينس 4، انا هخليها بلس 4. روت 5 اكس بلس 1 وادي طبعا بلس 4. مساله الكونجيجيت او مساله الروت تحل بالكونجيجيت، والكونجيجيت معناه الروت واغير اشاره اللي بعده. تعال نضرب الضربه اللي تحت، روت 5 اكس بلس 1 في روت 5 اكس بلس 1 5 اكس بلس 1، روت في روت بيقلع الروت. طب نيجاتيف 4 في بوزيتيف 4 ادي نيجاتيف 16. مين اللي قاعد فوق زي الباشا؟ رص كل اللي فوق دول جنب بعض، 5 اكس سكوير ماينس 45 ملتبلاي روت 5 اكس بلس 1 بلس 4. يبقى الضرب بيتعمل في حته الروت بس. استنى عشان في حاجه هتعجزك دلوقتي. تقول لي مفيش حاجه تعجزني. تحت 5 اكس بلس 1 ماينس 16، 1 ماينس 16 ده النيجاتيف 15 صح؟ اه 1 ماينس 16 نيجاتيف 15. استاذنكم بس هكتبها نيجاتيف 15 عشان بس ما احرقش وقت على الفاضي. مسألة يا رب ما تبقاش اتمسحت. الحمد لله. كنا قايلين كام؟ نيجاتيف 15. حبيبي هل لاحظت وجود الكومن فاكتور؟ اصل صلى على النبي عليه الصلاه والسلام،
لو ما اخدتش بالك من وجود كومن فاكتور في احتماليه كبيره قوي 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 انك تتسوح. هتقول لي ان ايه؟ انك تتسوح. اين الكومن فاكتور؟ بالمناسبه الكومن فاكتور موجود تحت اللي هو 5. فانت لو سحبت الخمسه كومن فاكتور مين هيتبقى لك؟ اكس ماينص 3. الحمد لله يا رب يظهر فوق نفس الكومن ده، يا رب الاقي فوق الاكس ماينص 3. هي ال 45 ديت انا شاكك ان كان جنبها اكس. هي 3 باور 2 9، 9 في 5 45 ناقص 5. لا مظبوطه الحمد لله مظبوطه. لو سحبت ال 5 كومن فاكتور من هنا بص مين اتبقى؟ لو اخدت ال 5 كومن فاكتور اتبقى لي اكس سكوير ماينص 9. هتقول لي جبت منين ال 9؟ ما هو كومن يعني ديفايدد، فانا عملت 45 ديفايدد 5 طلعت 9. هتقول لي طب ما فيش حاجه لسه ظهرت من فوق تطير مع حاجه من تحت. يا ديت اليو يا ديت اليو، ده في فاكتورايزيه اخيرا. مش ده ممكن نعمل له فاكتورايزيشن كده اكس واكس؟ انا بعمل فاكتورايز للبراكت ده اكس باور 2 ماينص 9 مره ماينص 3 ومره بلس 3. انا هطير اكس ماينص 3 مع اكس ماينص 3. تعال شوف مين اللي اتبقى وخليها منوره فوق. ادي معاك الخمسه، اتبقى معاك اكس بلس 3، اتبقى معاك روت 5 اكس بلس 1 بلس 4، وتحت مين اللي اتبقى يا مان؟ خمسه بس. على فكره احنا ممكن كمان نشطب الخمسه دي مع الخمسه دي. انا وانس بطير بعوض، عوض عن الاكس ب 3. 5 في 3 15، 15 زائد 1 16، روت 16 4، 4 زائد 4 8، 8 مضروبه في 3 زائد 3 8 في 6. و8 في 6 طبعا ب 48. بيقول لي ليميت اكس، ده نفس السؤال اللي احنا حليناه من شويه، حظك حلو هيتحل تاني بتاع الاثنين المجاهيل. حبيبي السؤال بتاع اثنين مجاهيل ده واه زيرو فاكتور. يعني ايه زيرو فاكتور؟ زيرو فاكتور يعني تعالى كده نشوف مع بعض، تعالى نشوف الزيرو فاكتور سوا. الزيرو فاكتور ان احنا نغير الاشاره بتاعت ده، يعني اخليه ليميت اكس تند تو 1 هيبقى فيه اكس ماينص 1 اجباري، والبراكت الثاني اكس بلس ال، وتحت في مين؟ اكس ماينص 1. طير طير كده كده كل الليله دي ايكوال كام؟ ايكوال 5. انا معايا الاكس ب 1، 1 بلس ال ايكوال 5، 1 بلس ال ايكوال 5 يعني ال ال ب 4. ها يا عم انت واكل نعناع، هح ايه؟ جبنا ال ال، جبنا ال ال يعني خلصنا السؤال. هسيب الليميت بالمساله بالتعويضات واقفش في مين؟ في النموريتور ده. اكس ماينص 1 ملتبلاي اكس بلس 4. جبت ال 4 منين؟ ال ال يا ابو جهل. اساوي بيه النموريتور اللي فوق هناك ده. اللي هو ده كله. مش هلاقي مكان اكتبه فيه. فمعلش بقى كده هاخد دي كلها احل فيها الحته دي كده، دي اللي هحل فيها المعادله. المعادله دي اللي انا هجيبها منين مش فاهم؟ تعالى اوريك يا عم، تعالى اوريك. مش انت يا مان واصل معايا ان احنا بنساوي النيموريتور بالنيموريتور؟ النيموريتور اللي هو ده اكس ماينص 1 في اكس بلس 4، هساوي بالنيموريتور اللي هو اللي فوق ده اكس باور 2 بلس اي اكس بلس بي. هبدا اول حاجه اكس باي اكس اكس باور 2، واكس باي 4 4 اكس، نيجاتيف 1 باي اكس ادي نيجاتيف اكس، نيجاتيف 1 باي 4 ادي نيجاتيف 4 ايكوال اكس باور 2 بلس اي اكس بلس بي. اكس باور 2 4 اكس ماينس اكس ادي احلى 3 اكس في الدنيا، ماينس 4 ايكوال اكس باور 2 بلس اي اكس بلس بي. ما تعرفنا كده بعد اذنك كوفيشنت الاكس كام؟ 3 ايكوال كوفيشنت الاكس اللي هو ايه؟ يبقى طلعنا الاي ب 3. مين الترم الفري؟ بي. مين الترم الفري؟ نيجاتيف 4، يبقى البي ايكوال نيجاتيف 4. يبقى طلعت الاي ب 3 والبي بنيجاتيف 4، حلوه وملعوبه. اللي بعده مساله فيها مجهول واحد، مساله فيها مجهول واحد دي بتبقى اتفه ما يكون. ليه بتبقى اتفه ما يكون؟ مش عارف بس انا حاسسها تافهه قوي. حاسس ان انا في المساله ام مجهول واحد دي لو اديتها واحده كروس ملتبلكيشن هبقى خلصتها. تيجي نديها واحده كروس ملتبلكيشن. ادي اكس باور 2 ماينس اي ماينس 1 اكس ماينس اي ايكوال، مش محتاجه كروس والله العظيم لحل لك الحل البديهي بتاعها
حبيبي انا مش هغير اي حاجه من اللي قلتها لي طول عمرك. مش انت طول عمرك بتقول لي اول خطوه في الليمت تعويض مباشر؟ انا ليه ما عوضتش تعويض مباشر؟ لا اصبر يا ترنومتر، لسه في مساله. ليه ما عوضتش تعويض مباشر؟ كنت عايز انجز نفسي، بس انا عوض تعويض مباشر. على فكره لو جيت عوضت تعويض مباشر اشيل الاكس واحط نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 بلس 1 ادي 0. شيل الاكس وحط نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 باور 2 بواحد ماينس ايه؟ ها ها ها، لا حافظ على البراكت، ماينس ايه ماينس واحد. هشيل الاكس وحط نيجاتيف 1، مش النيجاتيف 1 ده غير لي دي خليها بوزيتيف، حصل يا بوب ماينس ايه. ما دام اللي تحت بزيرو اللي فوق اكيد بزيرو، ده كده كده اللي فوق ده اكيد بزيرو. حتى انت لو بصيت الواحد مشي مع النيجاتيف 1 والايه مشيت مع النيجاتيف ايه، فدي كانت اول خطوه. بس انا قلت لك الكروس هيعديها، والله حبيب قلبي اديها كروس واسمع كلامي. اكس باور 2 يا عم تعالى اديها كروس عشان نريحك يا بوب. اكس باور 2 ماينس اي ماينس 1 اكس ماينس اي ايكوال 4 في اكس بلس 1. كلام جميل، كلام منطقي. هتفضل تلف في نفس اللفه، تعالى تاني بسرعه اوريها لك. ادي واحد، انا شلت الاكس وحطيت نيجاتيف 1، لما اشيل الاكس واحط نيجاتيف 1 دي هتبقى بوست، يبقى بلس ايه ماينس 1 ماينس ايه. لو شلت الاكس وحطيت نيجاتيف 1 هتطلع 0. حبيبي ما دام لقيت المساله عكه معاك، الحاجات عماله تطير بينا على الجدعنه بتاعه المساله ام مجهولين. هتقول لي بس ده مجهول يا عم، عادي ما هي شغاله في كله. انت لو فكرت في الحوار بتاع المساله اللي لسه حللها من شويه، اللي حليت شبهها برضو في ال، هو ليه المساله عايز تمشي؟ وربنا ما حلك لو انت قرفانه يعني. قرف ده يا عم، يلا يا عم نحل بالزيرو فاكتور. قرف زيرو فاكتور يعني اكيد 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 في براكت فوق اسمه اكس بلس واحد. طب والبراكت الثاني اكس بلس ال ايكوال 4، مين هيطير دول؟ يبقى اكس بلس ال ايكوال 4، انا معايا الاكس بكام؟ بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 يروح هناك تبقى ال ب 5، معايا ال ب 5، اسيب الليمت والمساله والدنيا والحوار واقفش في مين؟ في النيموريتور. اكس بلس 1 ملتبلاي اكس بلس ال، ال اللي هي كام؟ 5. كل ده اساويه بالنيموريتور اللي فوق، اكس بار 2 ماينس اي ماينس 1 اكس ماينس اي. تعالى كده نضرب اكس باي اكس، اكس بار 2 اكس باي 5 بوزيتيف 5 اكس، 1 باي اكس باكس، و1 باي 5 بوزيتيف 5. كل ده بيساوي اكس بار 2 ماينس اي ماينس 1 اكس ماينس اي. يا مسهل الحال يا رب. هي اكس بار 2 5 اكس بلس اكس بكام؟ 6 اكس بلس 5 ايكوال اكس باور 2 ماينس اي ماينس 1 اكس ماينس اي. يا مسهل لاحظت الاتي، مين الفري تيرم الخمسه؟ مين الفري تيرم هناك؟ النيجاتيف اي، نيجاتيف اي بتساوي 5، يبقى الاي بنيجاتيف 5. انتهت رحلتنا مع الليمتس، داخلين على اتفه حاجه كانت حاصله السنه دي، الترجنومتري. الترجنومتري كل اللي اخدناه هو الساين لو، هفكرك بيه سريعا بالمعلومات اللي عايزها. A over sin A equal B over sin B equal C over sin C، معلش بس equal بريمتر المثلث على sin A plus sin B plus sin C equal معلش 2R، ده الساين لو. كنا بنقسم كل سايد على ساين الانجل اللي في وشه ونساوي في الاخر ب 2R. الار دي اللي الراجل كان بيقول لك عليها radius of circumcircle. حبيب قلبي انت معاك شويه معلومات هتاكلك عيش قوي في الترجنومتري، منها ان انا دايما بقعد اقول لك ان ريشيو الساينات هي ريشيو السايدات. ريشيو الساينات ايكوال ريشيو السايدات، انت بتكتب ورايا صح؟ ان شاء الله. لو انا جيت قلت لك مثلا 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 انجل A to انجل B to انجل C equal 2 الى 3 الى 4، ده معناه ان انجل A بكام؟ اجابه نموذجيه، اللي قال لي 2m ده بيفهم، وانجل B ب 3m وانجل C ب 4m. دايما الرشو بحط جنبها حرف m وابدا اجمع الثلاثه 2m ب
بلس 3M بلس 4M وساوي بكام؟ الله ينور عليكم 180، لان دي ريشو انجلز. ايه الفرق بين المعلومة التانية والتالتة؟ المعلومة التانية كانت ريشو صينات الانجل، انما المعلومة التالتة ريشو الانجل نفسها، بحط جنبها M واجمع وساوي ب 180. تعال نبدأ الرحلة، بس لازم عشان نبدأ الرحلة نقريز all ink انترو انجل اي بي سي. خلي بالك انا مش هكمل السؤال ده لاخره لان هو عايز زاويه، وانا عشان اجيب زاويه انا لازم اجيب كوزاين لو، وانت لسه ما اخدتوش. انا بس عايز اوريك بتعامل ازاي لو جاب دي وطلب حاجه غير الانجل. هي ايه البرزنتيشن انا مش عايزها تتحل دي؟ اول واخر مره اصور في القاعه دي. لا ما انا كده هتزاول. كده بص يا معلم، 4 ساين A equal 3 ساين B equal 6 ساين C. كنت بقول لحضرتك انك عشان تبدأ المسألة دي، عشان تتعامل مع المسألة دي لازم تحولها فراكشن. خلي بالك مسألة مرشحة جدا لكل الامتحانات، ان هو يديك ساين A مضروب في حاجة وساين B مضروب في حاجة وساين C مضروب في حاجة، لازم اقسمهم كلهم على رقم divisible بيهم. مين الرقم اللي بيقبل القسمة على الاربعة والتلاتة والستة؟ ال 12. هقسم كل حاجة على ال 12. 4 ساين A على 12 equal 3 ساين B برضو على 12 و 6 ساين C يا معلم على مين؟ و 6 ساين C برضو على 12. ليه بقى؟ هتكتشف حاجة بنت جنية. 12 على 4 بكام؟ 3. يبقى ساين A على 3. 12 على 3 ب 4 يبقى ساين B over 4. 12 على 6 ب 2 يبقى ساين سي اوفر 2. وستوب كده، انت كده وصلت للساين لو. لو سالتك على الاي سمول والبي سمول والسي سمول فانت هتعرف تجاوب، هتقول لي الاي سمول بكام؟ ب 3 ام، والبي سمول ب 4 ام، والسي سمول ب 2 ام. امين امين. طبعا انا مش هكمل السؤال دوت، عشان اجيب زاويه لازم اخش حوار الكوزاين لو. هو مش هيطلب منك زاويه، هو هيطلب منك ريشو صيدات مثلا. السؤال رقم 2 بيقول اي بي سي از ان ايكويلاترال ترانجل. الحمد لله ايكويلاترال ترانجل كل الصيدات قد بعض، وكل الانجلز بكام؟ بستينات. يعني انا ممكن اقسم اي صيد على اي صيد، كل الصيدات بخمسه بالتلاته. عايزين الديامتر بتاع السيركم سيركل. اقفش، مش انت عارف ان اي على ساين اي ايكوال 2 ار؟ انا عارف المعلومه دي. مين ال 2 ار ده؟ ده الديامتر اللي هو عايزه. فانا كل اللي هعمله ان انا هقسم ايه على ساين ايه. ايه اللي هو الصايد؟ 5 روت 3 على ساين 60 اللي هو روت 3 على ال 2. هتطلع الديامتر ب 10 ان شاء الله. يبقى كل اللي هعمله صايد ديفايدد ساين الزاويه بيساوي 2 ار اللي هو الديامتر. ترجنومتر ان شاء الله تبقى سهله. اقفش. انترو انجل اي بي سي ميجر انجل اي تو ميجر انجل بي تو ميجر انجل سي. انا كده بقيت عارف ان انجل اي ب 3 ام، وانجل بي ب 5 ام، وانجل سي ب 4 ام. مجموع الثلاث زوايا 3 ام بلس 5 ام بلس 4 ام بيساوي كام يا ابن عمي؟ بيساوي 180 يا بوب. 3 ام زائد 5 ام زائد 4 ام ادي 12 ام يكوال 180. تطلع الام ب 15. انا لو جبت الام مبسوط قوي، لان انا كده جبت الثلاث زوايا، جبت انجل ايه 3 في 15 يعني ب 45، وانجل بي 5 ب 15 يعني ب 75، وانجل سي 4 في 15 يعني 60. عمو بقى عايز ايه؟ ريشيو سي سمول تو اي سمول، وانت عارف ان السمول دول بيبقوا ايه؟ صيدات. الراجل عايز ريشيو الصيدات، اروح انا جايب له مين؟ ياض اجابه نموذجيه، ريشيو الصينات. مش انت عايز صيد ايه او صيد سي ديفايدد صيد ايه؟ عايز تقسم صيد على صيد؟ انا هقسم لك صين على صين، يعني هقسم صين سي اللي هي صين 60 على صين ايه اللي هي صين 45. وما تنساش بس تديها له واحده باور كام؟ باور 2، لان الراجل عايز الصيدات متسكوره متسكوره. عامه هتطلع رقم ان شاء الله، ماليش فيه بقى، بحسبه على الاله.
الرابعه ايه على ساين ايه ايكوال 6؟ بقول لك ايه اقفش، مين هي ايه على ساين ايه؟ هتبقى انت عايز رزق، هتقول لي ايكوال بي على ساين بي. ايوه اللي هي مين؟ ايكوال سي على ساين سي. اخلص يا تنح. ايكوال 2 ار في الاخر، يعني ال 6 سم دي هي ال 2 ار، ال 2 ار بيساوي 6. عايز تجيب الريديوس، نزل ال 2 بالديفايدد يبقى الريديوس ب 3 سنتيمتر. ماشي. اللي بعده اوعى تلبسها في الامتحان. شايف الاثنين الخبيثه دي؟ خبيثه قوي، خبيثه قوي، مضروبه في الساين ام. انا عايز ساين ال وساين ام وساين ان بدون ادنى كوفيشنت. هتقول لي طب تتصرف ازاي في الاثنين دي؟ بص الحركه دي، همسح الاثنين دي من هنا، الحركه دي هتكيفك قوي 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 قوي، واضربها هنا وهنا. هتقول الله دي جامده قوي يا مستر، يعني بشيلها من فوق واحطها في الاثنين اللي تحت. يا عالم يا زباله، طب ما انا من اول السنه بقول بنعمل ديفايدد عليها. هتقولي لا انا ما كنتش فاهم يعني ايه ديفايدد عليها، انما فهمت يعني ايه اشيلها واحطها تحت. ده انت متخلف. هو انا عملت ايه؟ عملت ديفايدد 2 يا جدعان في الثلاث حتت. هتقولي لا حضرتك عملت ديفايدد 2 هنا وهنا بس. اما انا لما عملت ديفايدد 2 هنا الاثنين طارت، ولا ما توجعتش في دماغي، شيل الرقم من فوق حطه على الاطراف. 3 في 2 بكام؟ 6. ودي كام؟ 3. والاخيره كام؟ 8. هو عايز ال تو ام تو ان 6 الى 3 الى 8. 6 3 8 الاجابه دي. اللي بقى ذا ريديوس لينس اوف ذا سيركم سيركل اوف ا ترانجل اي بي سي وير مدي انجل ايه ومدي سايد ايه يشكر ايه على ساين ايه. انا كده كده عارف ان ايه اوفر ساين ايه ايكوال كام يا ابن عمي؟ 2 ار. ال ايه اللي هي ب 10 على ساين انجل ايه اللي هي ب 30، كل ده ايكوال 2 ار. الحسبه دي على القلب 20، يبقى ال 20 بتساوي 2 ار. عايز الار نزل بالديفايدد، 20 على 2 بكام؟ 10 سنتيمتر. يطلع الريديوس ب 10 سنتي. الاجابه ايه؟ ماشي كلام مظبوط. The radius length of the circumcircle in the triangle XYZ in which X، على فكرة الـ X ديت سمول لأنه كاتب سنتي فأكيد هي سايد، بتساوي 20 ساين X. X equal 20 ساين X. بقول لك إيه؟ تزعل مني لو قلت لك أنزل دي بالديفايدد ولا ربنا ما يجيب زعل يا مستر. X على ساين X equal 20. طب مين هو X على ساين X؟ هو واي على ساين واي، هو زد على ساين زد، هو في الاخر 2 ار. يعني ال 20 بتساوي 2 ار، عايز الار نزل دي بالديفايدد، يطلع الريديوس بكام؟ ب 10. اوه ياه. اللي بعده. ميجر انجل اي تو ميجر انجل بي تو ميجر انجل سي، انت حفظت اللعبه دي. انجل اي ب 3 ام، وانجل بي ب 5 ام، وانجل سي ب 3 ام برضه. اجمع الثلاثة والخمسة والثلاثة تبقى 11 ام. 11 ام 5 6 7 8 9 10 11 ايكوال 180 او 180. فانا اوتوماتيك هتلاقيني قمت عامل ايه؟ 180 ديفايدد 11. 180 ديفايدد 11 طلع لي رقم قذر قوي، طلع لي 180 على 11. لا هناخد ايه؟ انا هكمل المسألة ديت على عيبها يعني. اروح اجيب انجل ايه. انجل ايه 3 في 180 على 11. 3 في 180 على 11 هتطلع تقريبا 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 49 ديجري. وانجل بي 5 في 180 على 11 هتطلع تقريبا 82. وانجل سي اللي هي قد انجل ايه اللي هي 49 تقريبا برضو. كل دي ارقام تقريبيه، حتى في الاخر عايز الانسر ابروكسيميتلي لان هو عارف انها تحصل القصه بتاعت الفراكشنز دي. انا دلوقتي عايز اعرف حاجه، الراجل مدي الايه بس، تشكر مش عايز غيرها. انا عارف كده كده ان ايه على ساين ايه ايكوال مين يا اسطى؟ ايكوال مين يا اسطى؟ هو عايز السيركمفرنس اوف ذا سيركل، عايز سيركمفرنس السيركل، يعني من الاخر ايكوال 2 ار. الايه ب 5 على ساين ايه اللي هي ساين 49 ايكوال 2 ار. هحسب الحسبه دي، 5 على ساين 49، بسم الله الرحمن الرحيم، 5 على ساين 49 طلع لي 6.625، كل ده ايكوال 2 ار.
طب اجيب الريديوس لوحده ازاي اقسم على الاثنين؟ طلع الريديوس تقريبا 3.31. هو عايز السيركونفرنس. احبائي في الله تانية ثانوي كلها عارفه ان السيركونفرنس 2 باي ار، 2 في باي في ار، 2 في باي في الار اللي هي 3.31، طلع 20.8. 20.8 هي اصلا مش موجوده في الاختيارات. ماشي، اقرب رقم هو 19 طبعا، بس انا شاكك اصلا في ارقام المساله من الاول. اللي بعده بيقول لك انجل ايه سبلمنت انجل سي. يعني ايه 2 انجل سبلمنت بعض؟ يعني مجموعهم 180. انجل اي بلس انجل سي هما الاثنين 180. بالمناسبه اكتب المعلومه ديت معايا، اي زاويتين، اي 2 انجلز مجموعهم 180، ساين الاولى ايكوال ساين الثانيه، ساين اي ايكوال ساين سي، ولكن كوزاين الاولى ايكوال نيجاتيف كوزاين الثانيه. يبقى اي مجموعه، اي زاويتين مجموعهم كام؟ 180. لو جبت ساين انجل لوحدها وساين انجل ثانيه لوحدها يطلع نفس الرقم، انما لو جبت كوزينات يطلعوا زي بعض بعكس الاشاره. فالراجل بيقول لك عايز اجمع كوزيناتهم، اكيد مجموعهم بزيرو لان انا قلت لك الكوزينات عكس بعض في الاشاره. طب لو كان السؤال ده ساين اي بلس ساين سي كان هيبقى 2 ساين اي او 2 ساين سي، ما هم قد بعضيات. سؤال رقم 10، الراجل بيقول اي بي سي از ا ترانجل. انا هرسم ترانجل، كان نفسي ارسم ترانجل بس زي ما انت عارف ان البتاع ده عماله تعملها معايا ما اعرفش ليه. ايه انت هترجعينا ورا ليه؟ احنا قدام يا بنت، قدام والله. احنا في 10؟ في 10، في 10 صح. في 10 بيقول اي بي سي از ا ترانجل، ارسم ترانجل اسمه ايه؟ بي سي، ويتش البي سي اللي تحت ده ب 14 سنتيمتر، حلو جدا. وميجر انجل بي ب 60 ديجري، ادي الزاويه 60. اريا التريانجل، اقفش الاريا، هاف سايد باي سايد باي ساين الانكلودد انجل. خلي بالك انا مجبر على الزاويه، انا مفيش قدامي اي حاجه غير ان استخدم ساين بي، الزاويه الوحيده اللي معايا. يبقى لازم السايدين يبقوا مين ومين؟ اي وسي. ما هو ما ينفعش يبقوا التلاته زي بعض، باخد زاويه بي يبقى باخد سايد اي وسايد سي. سايد ايه اللي في وش انجل ايه اللي هو ب 14 ده؟ يبقى انا معايا دلوقتي هاف في 14 في سي، معرفوش سي، سي ده اللي هو السايد اي بي اللي هو المطلوب بالمناسبه. ملتبلاي ساين بي اللي هي روت 3 على الاثنين. الاريا كلها بكام؟ ب 42 روت 3. عندك مجهول وحيد، انت كل اللي هتعمله بص هتروح عامل كده، ادي 42 روت 3. كل الحاجات اللي بالديفايدد تروح بالملتبلاي اللي هي الاثنين دي والاثنين دي، وكل الحاجات الملتبلاي اللي هي ال 14 والروت 3 ينزلوا بالديفايدد. كل ده ايكوال سي، تحسب الحسبه دي هتطلع السي ان شاء الله ب 12. السؤال التالي ده اللي كنت بحله من شويه والمايك فصل، يا رب ما يفصلش تاني. السؤال بيقول the area of the circle passing area circle، مصر كلها، مصر كلها عارفه ان area circle باي ار باور 2، فهو بيسالني عن area circle مالها بقى السيركل دي. passing through vertices equilateral، اقفش equilateral يعني الزاويه ب 60 والسايد ب 9، اشكرك. 9 على ساين 60 اللي هي ايه على ساين ايه equal to r، فساين 60 طبعا زي ما انت عارف بروت 3 على الاثنين، روت 3 على الاثنين، كل ده ايكوال 2 ار، تحت اللي تحت يطلع فوق. 18 على روت 3 ايكوال 2 ار، هقسم على الاثنين في البوث سايدز، هعمل ديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا. 9 على روت 3 ايكوال الار، معايا الريديوس 9 على روت 3. حبيب قلبي انت جبت الاريا، الاريا ايكوال باي ار سكوير، ادي الباي والريديوس زي ما انت ما شايف 9 اوفر روت 3، وطبعا هقول سكوير. احسب الحسبه دي وتطلع زي ما تطلع على الكالكليتر، مش دي قصتنا، كان هدفنا الفكره. سؤال رقم 1 في الايسي بيقول اي بي سي دي اذا باراليلوجرام، ادي باراليلوجرام اسمه اي بي سي دي. اي بي سي دي، السي دي ب 28 سنتي، وميجر انجل بي سي اي، اروح موصل دول كده بي سي اي
ب 43 ديجري ماشي. ميجر انجل بي دي اي بي دي اي ب 45 ديجري حلو قوي الكلام ده. ميجر انجل بي سي دي بي سي دي كلها الكبيره كلها 83 اروح اعمل 83 ماينص 43 هتطلع دي لوحدها 40 او 40 حلو حلو. ميجر انجل سي دي اي سي دي اي كلها ب 100 شيل لي منها 45 يبقى دي 55 والبي دي ب 10 سم الدياجونال ده كله ب 10 سم اجي اروح قايل يبقى اكيد ده 5 سم وده 5 سم هسمي نقطه التقاطع دي ام. فايند ذا اريا اوف ذا باراليلوجرام عايز اريا الباراليلوجرام يا عم من عينينا شايف المثلث ده المثلث ده ابن جنيه لان انا لو عملت هاف سايد سايد ساين الانكلودد انجل جبت اريته اريا ايكوال هاف باي اي 2 سايد انا هستخدم السايد ده 5 والسايد ده 28 في الساين الانجل اللي ما بينهم اللي هي ساين كام بقى 55 بس دي اريا مين المثلث ده انا عندي كام واحد منه 4 يبقى بعد ما اخلص هعمل ملتبلاي 4 احسب يا مان الحسبه دي كلها على الاله مبروك انت جبت اريا الباراليلوجرام. سؤال اي سي رقم 2 سؤال جميل قوي بيقول لي الترانجل اي دي اي سيميلر للترانجل اي بي سي ارجع لي اولى ثانوي ثانيه واحده اولى ثانوي كنا بنقول في حاله السيميلاريتي بتبقى كل انجل قد اللي مكتوبه قدامها اي دي اي اللي هو المثلث الحلو الصغير اللي فوق و اي سي بي المثلث الكبير كله ده معناه ان زاويه دي قد بالظبط زاويه سي انجل دي اهي ايكوال انجل سي. طب انا استفاد ايه من المعلومه دي حاجه بنت جنيه عمرها ما كانت هتيجي في بالك. شايفين الشكل الرباعي الكوادريلاترال الجميل ده الزاويه الخارجه دي بتساوي مين بقى هتيجي تقول لي معلش الانجل اللي بره ديت بتساوي الانجل دي استفاد انا ايه لما اعرف ان الشكل الرباعي الانجل اللي بره بتساوي الانجل اللي بره اللي جوه الانجل الاكستيريور مش بتساوي اللي جنبها لا بتساوي في وش اللي جنبها دي اسمها اكستيريور انجل دي اللي جنبها بص في وشها تلاقي سي ما دام الاكستيريور قد سي معناها ان زاويه واحد وزاويه اتنين مجموعهم 180 انجل 1 بلس انجل 2 ايكوال 180 ديجري اي زاويتين مجموعهم 180 ساين اولى ايكوال ساين الثانيه هتقول لي طب انا استفدت ايه هوريك حاجه بنت جنيه انا هشتغل ساين رول 8 على ساين 65 8 اوفر ساين 65 ايكوال بي اي بي اي على ساين انجل سي اللي انا مسميها 2 طب بقول لك ايه تيجي في المثلث ده نوريك حاجه كمان اي دي اي دي على ساين 35 ايكوال بي اي على ساين دي اكتشفت حاجه بنت جنيه مش انت لسه قايل لي ان ساين دي هو هو ساين سي ساين سي هو هو ساين دي عشان مجموعهم 180 يبقى الريشيو دي كلها قد الريشيو دي كلها شكرا اساوي الاثنين دول ببعض يعني اساوي 8 على ساين 65 ايكوال اي دي على ساين 35 هو عايز مين عايز الاي دي كروس مالتيبليكيشن تم ايجاد الاي دي من المسائل اللي بتبقى صعبه قوي تيجي في بالك فكره قاعده اسمه ايه نسيت اسمه سايكل اكواد هنا in the opposite figure a quadrilateral in which the BA ب 10 سم وال AD parallel لل BC AD اللي هو ده يا رب بقى اعرف اشوف المسألة دي parallel to BC بقول لك ايه تعالى نستفاد حاجة من البارلل حرف زد ابن جنية مستخبى اهو الانجل دي قد الانجل دي انا قلت استفاد اي حاجة من البارلل وخلاص ماشي ميجر انجل A ب 83 معلش انا الرسمة دي مستفزاني قوي انا عايز انقلها كده عشان انا ضرب على الشاشة دي نكتب بقى الرسمه الضرافه A ودي 83 وده اسمه دياجونال بي دي والانجل دي 50 في بارلل هنا واحنا استفدنا من البارلل ان الزاويه دي قد الزاويه دي حرف الزد احنا معانا الاي بي ب 10 سم احنا معانا 47 ديجري هنا
الله يا جماله يا جماله يا جماله. احنا جبنا الزاويه دي جبناها ازاي؟ 180 ماينص الاثنين اللي معايا. عايز اجيب انجل دي هعمل 180 ماينص 83 بلس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. 180 ماينص ادي كالكليتور. فين الكالكليتور؟ لا تعالى الكالكليتور بسرعه. 180 ماينص 83 بلس 47 تطلع 50. الزاويه دي طلعت ب 50. الله ينور. يبقى دي كمان بكام؟ ب 50. مجموع الاربعه 360. فانا هعمل 360 ماينص 83. كل الزوايا كل الزوايا 47 و50 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 يعني 47 و150. جبت الزاويه الاخيره المجهوله 360 ماينص 83 بلس 47 بلس 150 تطلع الزاويه اللي تحت دي ب 80. شوف هو جاي معاه بايه وانا معاه. هو عايز لينس السي دي. لينس السي دي اللي هو ده تو ذا نيرست سنتيمتر. طب انا هعمل ايه؟ انا هعمل 10 على ساين 50. 10 على ساين 50 ايكوال، مش انا قسمت ده على ساين ده، ايكوال بي دي على ساين 83. اشمعنى اخترت بي دي؟ اخترت بي دي عشان يعديني من المثلث الاول ينزلني على المثلث الثاني. فلذلك البي دي لما اجي احسبها بالكروس مالتيبليكيشن كل اللي هعمله ساين 83 ملتبلاي 10 على ساين 50 تطلع يا معلم 13 تقريبا. البي دي ده طلع نيرلي 30 سنتيمتر. حلو قوي. ده جبته ب 13. امرح يا امرح. 13 على ساين 80. 13 على ساين 80 ايكوال هو عايز مين بقى؟ السي دي. يبقى السي دي على ساين اللي في وشه سي دي على ساين 50. اعمل كروس مالتيبليكيشن ساين 50 اكتب يا 50 ملتبلاي 13 على ساين 80 تطلع الحسبه دي سي دي تقريبا 10.11 سنتيمتر. هو تو ذا نيرست سنتيمتر يبقى تقريبا 10 سنتيمتر البي سي. هو هير وي جو. اشكركم جزيلا على الاستماع. يا رب يا رب نحقق اقصى استفاده. منتظر طيران في امتحان الشهر ووحوش. نتقابل على خير في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.